مالهاش علاقه ببعض قوي زي البنت اللي هو سامعني الاول ولا سامعين علي صوتي دي مايك بس لا دي مايك مايك اساسي بص المره اللي فاتت خلصنا اربع حاجات مالهاش علاقه ببعض تمام يمكن ساعات بنستخدم الاثنين مع بعض زي الفلتر زي مثلا مع الاوب امب والكلام ده بس المفروض ان جوه الموضوع مالهوش علاقه بالثاني قوي تمام النهارده بقى المفروض ان الثلاثه ليهم علاقه ببعض يعني انت لازم تبقى فاهم ان التراسس النفسي بيشتغل ازاي هو الدكتور هيتوقع ان انت فاهم التراسس بيشتغل ازاي وازاي اعمل منه امبليفاير سنجل ترانزستور وازاي اعمل منه حاجه اسمها ديفيشنال امبليفاير وليه بستخدم اصلا ترانزستور وليه بعمل منه سنجل ترانزستور وليه بستخدم حاجه اسمها ديفيشنال امبليفاير تمام فالماده هنا مش ماده الكترونكس تمام يعني انا اللي انا متوقعه واللي المفروض بيحصل ان حضرتك مش هتسال كومبلكس بروبلمز امبليفايرز بمعنى يعني حاجات مثلا زي الكومبلكس الترم الاولاني تقعد تقدر تبحث في مسائل صعبه بس المطالب انت ليه بقى هنا ان انت تبقى مطالب انت فاهم اصلا الكونسبت دي يعني كل الكونسبت اللي انا هقولها النهارده دي ماشيه ازاي وازاي بيربطوا ببعض اوكي وتحليل مسائل بسيطه تمام على كل واحده من دول اللي احنا هنعمله النهارده ان انا هديك الكونسبت دي وهديك المسائلين اللي جم في الفاينل قبل كده اوكي المتوقع ان انتوا بتحكموا ام سي كيو هو هيبقى بيركز على ايه؟ هيبقى بيركز على كل الكلام الكونسبشن اللي انا عمال اقوله الكلام اللي هو الرفيع اللي في النص بلس ان هو ممكن يجيب لك بقى مسائل بسيطه في هيئه ام سي كيو يعني يقول لك والله لو الكارت كذا ومديك الجيفن ومديك الفولتج فهطلع لي انت اصلا شغال فين؟ انهي ريجن مثلا اوكي طب لو انا عايز اطلع جين بالطريقه الفلانيه الجي ام بتطلع بكام تمام فانت هتبقى مطالب انت فاهم الحاجه حافظ حبه القوانين هتبقى موجوده مجمع الدنيا ان كيس بقى هو حب يحط لك مساله فمش هتبقى اصعب من المسالتين اللي هتقوم لك النهارده يعني بس انت لازم تبقى مطالب انت مجمع كل الكونسبت اللي انا هقولها مفيش حاجه مسقطه ما تتلخبطش لان هو انت هتاخد بي سي تي وهتاخد مصري فهو في حبه لخبطه بين البي سي تي وبين المصري ده هنا اسمها ايه ودي هنا اسمها ايه فهو هيبقى اكيد كده على الحتتين ان اللي فاهم هيبقى فاهم الاثنين وان انا لو جبت لك مساله هنا هتعرف تحلها ولو جبت لك مساله هنا هتعرف تحلها ماشي اعمل كده بقى المفروض ان انتوا كل الكلام اللي انا هقوله ده انتوا خدتوه فانا هراجع عليه بسرعه هقول لك ايه البي سي تي اصلا وايه المصري وهقول لك بنشغله ازاي اقول لك يعني ايه سموت سيجنال اناليسيس بتاعته ازاي ان انا اقدر اشيله يعني انت الشكل ده ازاي اقدر اشيله من السيركت احط مكانه حاجه من السيركت بتاعت الاولى واحل واطلع نواتج اعمل كي بي ال وكي سي ال سمبل خالص تمام ويعني ايه امبليفاير وايه السبيكس بتاعت الامبليفاير يعني ازاي انا اعمل كاركترايزيشن امبليفاير ازاي ان انا لو واحد فيكم قال لي انا معايا امبليفاير الجيم بتاعه كذا والجيم التاني بتاع الامبليفاير التاني كذا مين احسن طب متوقع هنا ان انا التاني بيديني جين اعلى بس هو اكيد هيبقى اوحش في حاجه ثانيه. اوكي؟ فتعالوا نبتدي مع بعض كده ونجو ثرو ونخبط يعني. اول حاجه هنمشي في الاثنين يعني مع بعض انفيرال عشان تبقى دايما شايف ان انت البي جي دي فيه كذا والنص فيه كذا. اوكي؟ البي جي دي اكيد انت عارفين السيمبل ده. اوكي؟ ده سيمبل الام بي ام بي جي دي. تمام؟ وده سيمبل ايه؟ البي ام بي بي جي دي. طبعا اشهر سؤال لو حبي يسألك حاجة بيزك خالص هو السهم ده بيعبر عن ايه؟ اتجاه الكارنت تمام؟ السهم ده بيعبر سيمبلي عن اتجاه الكارنت طيب هو دايما بيبقى ماسك في ايه؟ يعني الترمينال اللي دايما ماسك فيه هي الامبيتر او الناحية التانية الام مصر في مص السورس بمعناها كده ايه بقى؟ انت دايما عندك مثلا هنا ده ام بي ان الدوميننت كاريرز اللي ماشي ايه؟ يعني ايه دوميننت كاريرز؟ يعني ايه اللي بيمشي الكارنت؟ الكترونز طيب لو بي ام بي هولز ليه؟ لان دي ان جنكشن بي جنكشن ان جنكشن زي المنظر ده كده بالظبط اوكي فالدوميننت كاريرز اللي هتمشي لك الكارنت هو الاثنين تيرمينالز بتوعك اللي هم الكوليكتور والامتر هي ايه؟ الالكترونز اوكي؟ طيب لو هي بي ام بي نفس الموضوع ايه بقى الدوميننت؟ هيبقى الهولز اللي هي بوزيتيف تشارجز طيب انا ابص بقى هنا معنى السيمبل ايه؟ انا قلت لك ان هم دايما حطوا السهم اتجاه السهم واتجاه الكارنت كلمه كولكتور وكلمه اميتر ليهم معنى فيزيكلي
الميتر هو الاميتر اللي بيمت الكاريز اللي هتكونتريبيوت فين في الفلو اوف كارنت. تمام؟ فانت لو انت ام بي ان فانت الاميتر بتاعك المفروض ان هو بيطلع ايه؟ الكترونز. طب الكترونز دي هتمشي فين؟ تتجمع يحصل لها كولكشن كولكت. اوكي؟ فطلع الكترونز من هنا نيجاتيف تشارجز ماشيه كده ورايحه هنا يبقى اتجاه الكارنت ايه؟ عكسها. بقول لك ايه؟ عشان لو حد سالك معنى سيمبل ايه؟ يعني ايه الميتر يعني كولكتيف؟ طب هنا العكس انا طالع من عندي بوستيبل تشارجز من الاميتر هو بيميت بوستيبل تشارجز وبتروح وقت الكولكتيف تبقى كولكتيف هنا يبقى البوستيبل تشارجز بتمشي ازاي؟ كده نفس اتجاه ايه؟ كات. اوكي؟ طيب نفس الكلام الناحيه الثانيه بالظبط انا عندي حاجه اسمها درين وحاجه اسمها سورس. السورس هو السورس بتاع ايه؟ الموفبل تشارجز اللي هتمشي وتكونتريبيوت فين؟ في الكارنت. وفين؟ هي سلة المهملات اللي بيتجمع فيها الكلام ده. طيب نفس الكلام هي هنا المفروض ايه مص هنمشي فيها نيجاتيف تشارجز من السورس لغايه الدرين فيبقى كده الكارنت العكس هنا بيميت بوستيف فهو هيمشي كده نفس اتجاه الكارنت كده. طيب ليه في الموسفيت تبقى اسمها عامله كده حاجه شبه الكاباستور وليه هنا مفيش حاجه اسمها كده؟ ان انت عندك هنا الجنكشنز دي لازقه في بعض. اوكي؟ ال NPM او ال PMP لازقين في بعض. لو حد فيكم بقى فاكر الموسفيت كان شكله عامل ازاي؟ بيبقى حاجه كده. ده ايه؟ اوكسايد. صح كده؟ في حاجه اسمها اوكسايد كده ما بين الجيت وما بين ايه؟ البي سبستريت اللي فيها الدرين والايه؟ والسورس. ففي حاجه اسمها شبه الكاباستور كده ان انت عندك هنا في تشارجز وفي تشارجز. في اوكسايد في النص يبقى ايه؟ كاباستور زي ميتال بليت ميتال بليت واوكسايد فين؟ في النص. فعشان كده شكل السيمبل كان عامل ازاي هنا؟ بليت وبليت وايه؟ واوكسايد في النص عشان كده في فرق. طبعا ده حاجه شفوي بيزك برضه. حاجة مهمة برضه ان انت لازم تبقى عارف الجنكشنز دي في كل اوبريتنج ريجن من اللي احنا هنقولهم عاملين ازاي. بمعنى لما جينا نرسم الكارنت بتاع الاي سي ده تمام طلع بالشكل ده لما جينا نرسمه مع مين؟ مع البي بي اي طلع بالشكل ده اللي هو الايه؟ الاكسبوننشال ده. ولو شفته هناك كده هتلاقي كاتب الايكويشن هي اي سي بيساوي اي اس ده كونستنت اي باور في بي اي على بي تي. الايكويشن دي المفروض هي متوقعه عليه لان هنا انت عندك اثنين دايتس باك تو باك صح؟ فطبيعي ان الايكويشن بتاعت الكارنت اللي هتمشي هنا هي نفس ايكويشن مين؟ الدايود. فايكويشن الدايود اصلا كانت اكسبوننشال تمام؟ بس كان عندك هنا اختلاف البي تي اي هي بتبقى ايه؟ اللي انتوا ناظرها في الدايود. اوكي؟ بس لازم تبقى عارف انت شكل الكارنت في البي جي تي بيبقى ماشي ازاي؟ اكسبوننشال. اوكي؟ وهو بيبقى قليل جدا لغايه اما يعدي حاجه اسمها في بي اي اون اللي هي 0.7 اللي هي شبه الدايود الناحيه الثانيه اللي هي البي دي اون. تمام؟ وتبتدي يعلى ايه؟ تمام؟ طيب دي رسمته مع مين؟ مع البي بي اي. دي لو قلنا والله احنا مهتمين نرسمه كمان مع البي سي اي. لما ترسم مع البي سي اي طلع لك الشكل ده كده. تمام؟ حاجه بتبقى طالعه لينيا وبعد كده تبتدي ايه؟ ساتيوريت. يعني ايه ساتيوريت؟ يعني تبتدي ما تزيدش الزياده اللي كانت بتزيدها وتبتدي ان هي تقف عند ليفل معين. او تقل في الزياده بتاعتها، بمعنى لو انا بادئ بسلوب عالي جدا هنا يعني انا بدايه الاوبريشنز بتاعتي هنا كده في اللو بي سي اي بيبقى الاسلوب عالي جدا. بيطلع لي الكارنت بسرعه، بعد كده الاسلوب يبتدي ايه؟ يقل. اوكي؟ طيب المنظر ده بقى بنعرفه ثلاثة ريجنز. الريجن الاولانيه طبعا هي المنطقيه التريفيا اللي هي ايه؟ قبل الصفر. اللي هي الايه؟ الكات اوف ريجن. انما البي جي دي ده مش شغال ده اوبن سيركت. اوكي؟ ما بيعديش اي كارنت، مفيش اي سي. لو ما فيش اي سي فده اسمه ايه؟ اوبن سيركت. انت ما مفتوحين.
طيب لو انا دلوقتي تيت احط بي سي اي اكبر من الصفر لغايه قبل البي سي اي 0.2 الريجن دي هو بيزيد فيها ايه؟ لينير. اوكي الريجن دي هنا اسمها ساتوريشن فين؟ بي جي تي. لو بصينا عليها الناحيه الثانيه هنا بقى في المصفت اسمها ايه؟ طيب دي معناها لينير. اوكي طبعا هي ملهاش اي معنى هنا طبعا هي اسمها ساتوريشن فين في البي جي تي بس هي اسمها كده من البي جي تي هو سماها كده لازم نحافظ على الايه؟ كونفشنز. اوكي طيب لما يبتدي ساتوريت بقى في البي جي تي بنسميه ايه؟ اكتف. الناحيه الثانيه بنسميه ايه؟ ساتوريشن. هي ليها معنى هنا اكتف معناها ان هو اكتيفيتد ان هو يشتغل كامبليفاير. اوكي طيب فين بقى يعني كل ريجن من دول بنستخدمها في ايه؟ الريجن اللي فيها الكرنت تقريبا ثابت هنا وهنا ده اللي بنستخدمها فيها ان احنا نعمل ايه؟ امبليفاير اللي هي لو في البي جي تي هتبقى اكتف ولو في البوستر هتبقى ايه؟ ساتوريشن. طيب الريجن بقى اللي هو بيطلع فيها ليه دي بنستخدمها كسويتش. بمعنى انا دلوقتي عايز اشوف لو انا حاطط بيت 1 هنا كده او بيت 0 في الكيس الاولاني دي انا عايز البيت 1 دي تتنقل هنا عند الاوفر في الكوليكتر مثلا فانا هشغل ده كسويتش ان هو لو انا اديته 1 فولتج اكبر من الصفر هيطلع لي ايه؟ رقم هيبقى شوت سيركت. طب لو اديته صفر هيبقى اوبن سيركت هيطلع لي صفر. فسويتش معناها ايه؟ ان هو لو الفولتج اللي عليه اقل من الصفر هيبقى عامل كده سويتش اوبن. طب لو الفولتج عليه اكبر من الصفر هيتقفل وهيبقى شوت سيركت. اوكي طيب ليه بقى بشتغل كامبليفاير في الحته دي؟ دي بس ما ينفعش تشتغل هنا لان انت عندك سيفرال ديفايسز او سيفرال بي جي تيز في الديزاين بتاعك بتاع الامبليفاير. تمام الامبليفاير بتاعك لو انت عامله عامله ديزاين الاول فانت المفروض ان انت الامبليفاير ده ليه سيرتن سبيكس. بمعنى ايه سيرتن سبيكس؟ ان انا لو انا مشغل مايكروفون دلوقتي ثابت ما بلعبش في الايه؟ في الصوت ما بعليش او ما بوطيش المفروض ان هو دايما الصوت ده يطلع ثابت صح؟ يعني ايه ثابت؟ يعني الليفل بتاعك وانت بتسمعه في ودانك يبقى ايه؟ ثابت، لا هو بيعلى وينط مع نفسه ولا هو بيحصل له اي حاجه ما بيحصلش اي ديستورشن مش هيخش فيه. فده بيحصل ازاي؟ ان انت تبقى مشغل السيرتن السيركت بتاعتك دي ات سيرتن اوبريتنج بوينت. بمعنى يعني لازم الديفايس مثلا يبقى البي سي بتاعته هي البوينت دي بالظبط. تمام؟ ليه؟ لان البوينت دي تناظر كمان ثابت اللي هو ده. عشان يطلع لي نفس الايه؟ نفس لو بصينا هنا كده على الجي ام في الاخر الامبليفاير بيبقى ايه؟ بيبقى جي ام صح؟ جي ام دي كلها على بعضها كده بتعتمد على الاي سي اللي هي الاوبريتنج بوينت بتاعتك في الكيرف ده. ليه بقى بنشتغل احنا في الريجن دي؟ ما اشتغلش في دي. طب انا ممكن اخد نقطه هنا والاي سي بتاعها ثابت وخلاص. ايه اللي يخليني ما اشتغلش في النقطه دي؟ بكل بساطه انت عندك حاجه اسمها انت لما تيجي تصنع بتصنع سيليكون صح؟ فانت لما بتيجي تصنع بيحصل فاريشنز نتيجه بقى كونتامينيشنز اي حاجه بتحصل في البروسيس يعني بتحصل حاجه غلط. فلو انت عامل ديزاين للامبليفاير بتاعك ان هو يشتغل عند النقطه دي تمام وحصل فاريشن ممكن النقطه دي لو اتشفتت سنه كده بس شمال بص نزلت فين؟ لسه دايما قريب من الصفر هو ممكن ما يشتغلش. اوكي طب لو انا عامل ديزاين ان هو يروح هنا الحته اللي كانت فيها ثابت وكبيره دي لو هو حصل شيفت مثلا كده هي نفس الشيفت اهو بالظبط هي نزلت هنا صح؟ لو بصيت كده الكانت تقريبا ايه؟ واحد. ايه اللي حصل؟ انا لما بحط الديزاين بتاعي ان هو اشتغل في الحته بتاعت الساتوريشن دي او الاكتف بضمن ان انا لو حصل اي فاريشنز او حصل اي حاجه في السيستم بتاعي غلط اللي صنع غلط انا دايما حتى لو حصل شيفت هبقى شغال ايه؟ at the same current IC او at the same current في المصف الاي دي اللي هيطلع لي سيم سبيكس بتاعت ايه؟ الامبليفاير. ده سؤال ليفل الوحش اللي هو لما توصل له 2 3 4 هو هيديك السؤال ده مثلا كده قفل. بس هو بيزك يعني هو المفروض ان هو انت معروف حد يكون ما فهموش. تمام يعني ثانية واحدة بس صف دي
فدي دايما ايه دايود هي جنكشن عندك فهي يا اما فوق يا اما ايه. طيب في الكاتوف الاثنين دايما انت عارف ان الكاتوف يعني المفروض ان هي ايه الاثنين ريفرس الاثنين ما بيعملوش كارنت اصلا ما ينفعش في كارنت هيمشي من هنا ويعدي الناحيه الثانيه. اوكي طيب اول ما تيجي تشتغل قلنا ان ايه الاثنين دول هتعملوا ايه فورورد بايس بيعدوا كارنت. طيب الحته دي بقى اللي هي ازاي بيديني كارنت ثابت هنا كده في حاجه طالعه مع ان في واحده منهم اللي هي البي اي مثلا بتبقى فورورد بايس بس البي سي بتبقى ايه ريفرس بايس. ازاي يعني؟ بصوا بقى عشان بقى تكون سيف حاجه زي كده لا بس هي المفروض انت المفروض تبقى انت عارف تمام المفروض ان هي بالنسبه لك تبقى بيزك انفورميشن فانا هقولها لك عشان تفهموا معايا يعني. انت المفروض لو احنا تخيلنا ده الايميتر مثلا انت عايز تشتغل عشان تقول الاوبريشن بتاعك مظبوط ده كولكتيف المفروض الايميتر ده طلع ايه؟ الكترونز المفروض البي اي دي ايه؟ فورورد يعني بيشيل ايه؟ ماشي كارنت خلينا لا خلينا مش صح الالكترونز تطلع من هنا اهي وهتوصل لايت هنا ليه عشان الجنكشن البي ان دي فور بايس المفروض ان الالكترون ده ايه هيعدي من عادي مفيش انا عندي الحته اللي هي دي كده ما فيهاش السد بتاعي انا قلت المول ده اوكي فهي هتعدي منه عادي. طيب الشيء بقى اللي هنا اللي هو الدراي الكبير ده هنا ده اللي هو معمول نتيجه ان الاثنين هو بس بايس ده بيعمل ايه؟ ان هو هيمنعها صح؟ نتيجه بقى ان انت عندك دي رفيعه جدا دي رفيعه جدا فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا عندي تشارجز تقيله عامله كده كتير بس تحتها رفيعه جدا عاملين فيلد عالي عاملين ايه؟ فيلد عالي فانت الالكترون لما يوصل هنا المفروض ان هو كل ما الجدار ده هيبقى تخين كل ما ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى عندي تمام؟ اللي بيحصل هنا ايه بقى؟ نتيجه دي رفيعه جدا هي عامله هاي فيلد فايه اللي بيحصل؟ ان انت اول ما توصل الالكترون دي الناحيه دي كده بتلاقي الالكترون فيلد عالي جدا في الاتجاه ده صح؟ والالكترون ما بتمشي عكس الاتجاه الكتريك فيلد فهو اول ما بتلاقي منطقه فيها الكتريك فيلد عامل زي البلاك هول كده بتقوم ايه سحبانه لان يعني هي منطقه رفيعه جدا وفيها هاي فيلد فانت انت المفروض انت تخبط ما تعديش بس انت في حاجه بتشدك جامد جدا من الناحيه الثانيه الكتريك فيلد ده ايه اللي بيحصل؟ الالكترونز دي نتيجه ان هي رفيعه ان هي المنطقه رفيعه جدا فانا ما بلحقش الوز انرجي وعندي هاي فيلد بيصرعني فايه اللي بيحصل؟ اول ما بوصل هنا كده ما بخبطش انا بلاقي الفيلد بيشدني اصلا وبيصرعني في شيء كده بيحطني من هنا كده لغايه الاخر انا عارف انا عارف كومبلكس شويه بس اللي يهمني ان انا اثبته في دماغك ان الالكترونز بتعدي من الريفرس بايس جنكشن دي بسبب ان في هاي فيلد هنا نتيجه المشاده دي رفيعه بس الجمله دي انا عايز اثبتها كفايه نعيد تاني بقى الكلام انا عندي الكترون مشي من هنا لغايه هنا ومفهوم ان يعدي نتيجه ايه؟ ان الجنكشن الاولانيه ايه؟ بس المفروض ان هو قدامه حيطه المفروض ان هو هيخبط فيها ما تعديش هيلوز الانرجي بتاعته مش هيقدر يعدي تمام بس الحيطه دي رفيعه جدا احنا قصدين ان احنا نخليها رفيعه عشان ده الديزاين بتاعها هو ده اللي هيخليها تعمل البيهيفير اللي انا هقول لك عليه دلوقتي فلما هي بقت رفيعه فانا عندي استاتيك تشارجز قويه جدا عامله الكتريك فيلد عالي جدا في دبث او في ثيكنس قليل جدا فايه اللي حصل؟ بقى في هاي فيلد افكت هنا ايه؟ موجود الالكترون ده بتوصل هنا المفروض ان هي تخبط وتقعد تخبط 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 وتلوز الانرجي بتاعتها وايه؟ وتروح. ايه اللي حصل؟ هي بدل ما بتخبط هي المنطقه رفيعه جدا اه فيها حاجه المفروض تخبط فيها بس في هاي فيلد بتيجي في الحته دي عمل ايه؟ سحباني ناحيه ثانيه. تمام؟ هو استاذ ده اللي هو الديبليشن ريجن. طب المفروض الديبليشن ريجن قلت لكم معناها ان وقت ايه؟ ان هي ديبليتد من الموفابل ايه؟ تشارجز. هي مفيش هنا في الحته دي بالظبط كده مفيش حاجه هو بالشارج ده حاجه ستاتيك عامله هاي فيلد فبتسحب تخش في العرض نتيجه بقى ده رفيع فانا اصلا عامله رفيع عشان انا هو عايز يعمل ديبريشن اكبر بس هو ما عندوش حاجه يعمل بيها ديبريشن اكبر لان انا عامله رفيع جدا فاهم عشان كده دايما لما دي بتبقى رفيعه
ولما احنا كنا بنقول ان المنطقه دي حاجه اسمها ديبليشن ريجن عند البيز، المفروض ان هنا لما انا ادخل كارنت من التيرمينال دي اللي هو الانبوت هيمشي كارنت في البيز ده اصلا حاجه قويه ولا المفروض يبقى تقفل؟ المفروض يبقى كارنت تقفل. تمام، فنتيجه ان انا بحط انبوت هنا، ركز معايا بقى في الحته دي عشان تكمله اللي فاتت، عشان هو دايما هيسالك هو انا الاي بيز ده المفروض يبقى كبير ولا صغير؟ بتاعت نوع صغير. طب ليه بقى صغير؟ انا ليه ما احتاجش ان انا احط كارنت كبير في البيز؟ لان انت عندك هنا لو انا حطيت هنا ساينوس صغيره جدا مثلا 1 ملي فولت طلعت شويه كارنت بالمايكرو، حطيت لي شويه تشارجز صغيرين جدا هنا كده عملوا ايه؟ انيشيشن دوسيس عند البيز اللي هو بيمشي فيه كارنت صغير. هيحصل ايه؟ هتلاقي ان دول بقت ايه دي؟ دي بقت فورورد ودي بقت باكورد. في اللي حصل؟ الاميتر ده عنده ان كبيره عمال اطلع فيه الكترونز كتيره، فشويه الكترونز الصغيرين اللي هنا دول خلوا الاميتر ده يبقى انيشيتد ويطلع لي كميه كبيره جدا من الالكترون تساهم في كارنت كبير جدا ايه؟ كاي سي. عشان كده لو انا مدخل اي بي صغير جدا على اي سي ايه؟ كبير، هو ايه الامبليفيكيشن ايه؟ بص تمام؟ حد مش مجمع اي حاجه من ده؟ خليني مركز على الكونسيبت دي عشان الشاب الطبيعي هيتعرف السؤال الاساسي ليه وفين ومنين؟ طيب عملنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ انت عندك بوزيتيفز كده هنا طريق نيجاتيفز هنا بقول انا ناقص اساسا تمام؟ هل النيجاتيف دي هي اللي كونتريبيوت كارد؟ لا تقول دي ستاتيك صح؟ بس ايه اللي بيحصل؟ دي عامله هاي فيلد افكت. بتلاقي لو انت عندك سورس هنا كده ودرين هنا السورس ده عنده الكترونز كتير جدا وموفابل وده هاي فيلد تلاقيه مساحتها ايه؟ هنا حتى انا مش عايز ابص في المسفت يعني انتوا المطربين دايما مش دي اكتر بس ستيل انت عارف ان الليله كلها فين؟ حاجة فورورد مطلعة لي كمية كبيرة جدا من التشارجز وحاجة باكورد الناحية التانية عاملة هاي فيلد افكت بيعمل ايه؟ قوي جدا بيقوم ايه؟ بيسحبها. اوكي؟ قلنا دي وقلنا دي خد بالك ان هو لما هيسألك هيقول لك هو الاكتف ريجن الجنكشنز بتاعتي مين فيهم فورورد مين فيهم باكورد ولا في الاثنين فورورد ولا الاثنين باكورد؟ بس مذاكر كويس قوي الاكتف دي اللي انا شغال فيها ايه؟ امبليفاير. يبقى الاكتيف دي ان انا البي اي دايما هيبقى فورورد والبي سي هو اللي ايه؟ باكورد. طب لو انا شغال بقى في اللينير ريجن او الساتيشن ريجن الاثنين فورورد. طب لو شغال في الاوف اوكي؟ طيب الاختلاف الوحيد ما بين المصفت والبي سي دي في الكارنت في الاي دي ان انت الكارنت ما بيطلعش اصلا الا قبل ما تعرف انت ايه؟ الفلاشر. ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. طبيعي ليه؟ مش على ايه؟ على سموسيك ده المفروض انت تبقى حافظ الشكل ده وان انت تبقى حافظ الشكل ده تمام؟ بمعناه ازاي؟ انت عندك تعال نبص هنا كده انا كنت بحط ما بين البيز والامتر ايه؟ خد بالك من هنا ده كان ايفون سوري ما ينفعش يكون ايفون اصلا تليفونك انت صح؟ ايه؟ انا دلوقتي قلت لكم ايه انا عندي ايه متعطره بين البيز والامبيدد صح عشان هو ده الايكوت الايه هيخش هنا وهو ده اللي هيخش على البيز المفروض ان هو يطلع لي ايه ايه كل الايكوت والامبيدد انا دلوقتي مدخل ايه طلع لي هنا ايه كارت طيب انا دلوقتي الريسبونس سيجنال اللي انا بتكلم فيه ده اللي هو الريسبونس سيجنال ده اللي هو شغال في انهي ريجن يعني انا سالتك انا شغال انهي ريجن دلوقتي الاكتف انا مش محتاج انا سموث سيجنال هنا اصلا سموث سيجنال الموديل ده بيعمله الامبليفايرز اللي هي بتشتغل فين؟
الاكتيفيشن. طيب بنعمل ليه سموث سيجنال موديل؟ سؤال بيزك يعني. بص احنا كيف هنحسب الجين؟ بس هي فكره في ايه؟ انت بتعمل سموث سيجنال موديل عشان انا دلوقتي لو انت عند النقطه دي اوكي، انت المفروض ان انت مدخل حاجه حواليها ساين ويف. انا بكبر ساين ويف مثلا، المفروض ان الفولتج هيبقى عند النقطه دي بالظبط ولا هيلعب حواليها سنه صغيره؟ هيلعب حواليها سنه صغيره. طيب ليه بعمل بقى حاجه اسمها سموث سيجنال موديل؟ عشان السموث سيجنال موديل ده سمبليفايد موديل للبي جي تي ده. يعني انت لو عايز تشيل البي جي تي في اي سيركت ينفع تحط السموث سيجنال موديل ولا لا؟ لا، ده في حاله ان الانبوت اللي عليه سموث سيجنال. في حاله ان الانبوت اللي عليه سموث سيجنال. طب لو واحد شغال امبليفاير شغال اكتف بس مدخل انبوت هاي سيجنال لارج سيجنال، يبقى انا ينفع استخدم الموديل ده ولا لا؟ لا، يبقى انا الموضوع كله ايه؟ ان انا الموديل ده بستخدمه بس لما يكون الانبوت على البي سي تي سموث سيجنال، which is the conventional فين؟ الامبليفايرز. تمام؟ ان انا بدخل حاجه صغيره واخد حاجه كبيره. طيب انا هستفيد ايه بقى بالسموث سيجنال موديل ده؟ ان انا لما بقول ان انا حوالين النقطه دي انا مش هاخد الكيرف ده كله احله. لو انا مدخله السيميليتر انا مش هاخد الكيرف ده كله كده احله، لا انا هاخد الحته الصغيره دي الكيرف. فبدل ما اقول ان هي اكسبوننشال هي شكلها عامل ازاي؟ خط صغير لينيا خط صغير تمام. فانا بدل ايه؟ وانتوا عارفين طبعا الماتماتكس ان انا احل ايكويشن لينيا اسهل من ان انا احل ايكويشن ايه؟ اكسبوننشال. باخد وقت يعني اصعب، واقدر ان انا اطلع بيها سبيكس اقرب يعني وهيبر الحقيقه فعلا وقت اسهل وقت يعني اقل. فانا عامل سموث سيجنال موديل يعني بقول ان السيجنال الانبوت بتاعتي صغيره جدا، فانا اقدر ان انا لينيرايز الكيرف حوالين النقطه دي واخد الحته دي بس احلها. تمام؟ فالسموث سيجنال موديل بقى انا دلوقتي مدخل حاجه صغيره فين؟ ما بين ده وما بين ده. باخد قصادها ايه بقى؟ في الامبليفاير. لو انا بصيت على الكيرف ده كده حتى وانا مدخل الحته الصغيره دي انا واخد حته ايه؟ تقريبا ايه؟ هو لاين بس تقريبا ثابت صح؟ يعني هو لاين كده بس الاسلوب بتاعه ايه؟ صغير قوي تمام؟ اسلوب مش عالي اوكي؟ فانا تقريبا واخد ايه؟ كارنت ثابت هنا اللي هو مين؟ ده بدخل هنا بي باي اللي هي البي بي اي باخد قصادها ايه؟ كارنت ثابت. يعتمد على مين؟ على الانبوت اللي انا بدخله، كل ما ادخل انبوت اعلى كل ما اخد كارنت ايه؟ اكبر. اوكي طيب ليه دايما بيبقى صغير؟ هو ده الايكو بتاع الامبليفاير. هو المفروض ان انت عايز حاجه تكبرها اصلا، ما فيش حاجه معينه. لو انت حاولت حاجه تدخل حاجه كبيره ات سيرتن بوينت هبوظه، يعني هو رفيع جدا تدخل له حاجه عايزه، يعني لانك بتملى تشارجز في حته فهتقوم تقطع خالص منك لان هي مش قادره تاخد الشارجز تاني، فتاخد مديله سبايك مثلا 1 فولت فهتقوم حاطه هنا فهو يقول لك لا مش هينفع. تمام؟ فاريشن بتاع السيجنال؟ لا هو بص احنا ما بنتكلمش على فاريشنز، فاريشنز دي اللي هي النويز. احنا ما بنتكلمش في اي حاجه اللي احنا قلنا دي. اه انا بكلمك ان السيجنال اللي انا عايز اكبرها صغيره اصلا. تمام؟ هي ده الطبيعي. انت الحاجه اللي انت مثلا انت عايز تبعت حاجه في الجو تمام، فانت المفروض انت بتبعتها كبيره قوي عشان لو خبطت اقدر الناس تستقبلها على الناحيه الثانيه. بس انا الامبليفاير فين؟ في الموبايل. هي صغيره انت اصبحت المفروض ان هو صغير بالنسبه للحاجه اللي احنا بنبعتها. فاهم؟ نفس الكلام في الميكروفون. انا بدي حاجه صغيره جدا وهو بيكبرها قوي. اوكي؟ طيب وعامة يعني احنا قاصدين ان احنا نديله حاجه صغيره ليه؟ لو انت اديت طبق ساين ويف كبيره ايه اللي هيحصل؟ هيفيريت يعني هيفيريت جامد. ايوه. انا كده بقى ايه اللي هيحصل؟ انا مره شغال عند النقطه دي ومره شغال عند النقطه دي ومره شغال عند النقطه دي، فكل مره باخد اي سي ايه؟ مختلف. لو بصيت على ايكويشن الجي ام كده لما اغير الاي سي ايه اللي هيحصل؟ جي ام ايه؟ هيختلف. فلما جي ام ايه اللي هيختلف ايه اللي هيحصل؟ الجين يختلف. فانت كانك مدخل على مايكروفون او مستخدم مايكروفون
بيطلع جيم مختلف، فايه اللي يحصل؟ مره تسمع صوت عالي، مره تسمع صوت واطي، مره تسمع صوت واطي، اللي يحصل؟ يعني مش تسمع اي حاجه فيها كده بالنسبه للطبش. السيجنال لو الامبليتيود بتاعها اكبر يعني عدى الاكتف رينج هيحصل لك ليه بالظبط؟ الاكتيفيشن يعني ايه؟ يعني اه يعني مش كل ده لغايه الاخر؟ اه لو عدى بقى يعني عدى ده هيحصل لك ليه؟ لا انت قصدك لما تخش الساتوريشن ولا تخش الطرف؟ لا الساتوريشن. الساتوريشن هيحصل ديستورشن، انا قلت عليه ان الجين عمال يتغير فالصوت عمال يطلع وينزل، فكانك انت حصل اصوات دخلت في بعض ما بقتش محافظ على الصوت بتاعي، ما عليتوش بنفس الاليه في كل حته. لا انا عليت ده شويه وبعد كده عليت ده شويه اكتر وهكذا، فلما جم يتجمعوا على بعض في الاخر طلع لي حاجه مش قادر اجمعها. لكن لو انت دخلتها في الكتف هيقف اصلا. انت في لحظة ما مش بتسمع صوت. بس الكلام ده كله مش كونفكشن. كونفكشن احنا عندي حتة معينة كده هنعمله سموث سيجنال وهو ده اللي احنا بنشتغل فيه. فهو لما هيتكبر عند الاوتو هيتكبر بقى عادي. بس انا شغال على نقطة واحدة، طلع لي جين واحد، طلع لي ار سي واحد، طلع لي جين واحد. اوكي؟ بلعب حواليها لعبة صغيرة جدا. اللعبة الصغيرة ده بقى انا عملت له موديل، انا في الحتة الصغيرة دي احنا نعمل موديل بقى لو احنا عايزين نحل امبليفاير سيجنال. قلنا والله احنا البي دي ده لو احنا شغالين امبليفاير سمول سيجنال هنشيله ونحط ايه؟ المنظر اللي هناك ده اللي هو انا مدخل على الفيجوال ايميتر في بوي صغيره هطلع لي الحته دي كده كان سيلك معتمد على ايه؟ على الفي بوي. فانا مطلع ايه؟ كان سوسه. طب والان نود دي بقى معتمد على ايه؟ بتعمل ايه؟ يعني انا الكيرف بتاعي ده مش لاين ايه؟ كونستنت، لا هو تقريبا كونستنت، فهو في حته السلوب كده ايه؟ موجوده. طيب الاسلوب ده بقى عملنا له موديل ازاي؟ بالريسنس دي. قلنا ان انت عندك كونست ليفل كده اللي هو هيطلعه لك الجي ام في بوي بلس حاجه الكارنت بتاعها بيتغير مع الفولتج لينير. ايه الحاجه اللي الكارنت بتاعها بيتغير مع الفولتج لينير؟ الريسنس في ايكوال 5 ار. تمام؟ فقلنا خلاص احنا عندنا حاجه اسمها جي ام في بوي بتطلع لي الكارنت سورس اللي هناك ده، وعندنا حاجه مجموعه عليها شويه الكارنت اللي عاملين زيرو دول هي مين دي؟ الريزستنس الانود دي. طيب الاكتف ريجن بقى احنا شغالين فيها دي تعالى نحط حبه قوانين. البيتا اللي هي الامبليفيكيشن فاكتور مثلا هي ايه؟ هي الكارنت اي بي اللي انا مدخله تحت ويمين الاي سي اللي انا بدخله عند الاوت. طيب الجي ام وعرفها اي سي على البي دي. البي دي ده كونستنت في 26 ملي فولت. الار باي لما هم يحسبوها لقوها بيتا على جي ام او نود حاجه اسمها في اي على الاي سي. الاي سي بتاعنا ده اللي انت شغال عنده. طب الفي اي ده اللي هو مين؟ اللي هو الايرلي فولتج ده اللي هو لما انت الكيرف اللي هو في سلوب ضعيف قوي ده ترجع ترجعه كده ويخبط هنا تطلع لك الايرلي فولتج. مش عليكم بقى بروفز ال تجيب الايه؟ البيتا، تكون جايب بيتا على الجيم هي الاوت بوت. فاهمين؟ طيب في المصفت حاجه الوحيده اللي اتغيرت ايه؟ ان انا ما بين البيزو والامبيتا ايه؟ او ما بين الجيت والسوس هل كان في جنكشن؟ لا ساعتها كان في سوس كده بقى. تمام؟ طلعت الجيم في اس و1 من فوق. بس القانون بيتغلب بقى. الجيم هنا 2 اي بي على فيوفا دايف. فيوفا دايف ده اللي هو مين؟ هو في الكيرف هنا هو البي سي اي هو بي اس وانا دي فيشن. اوكي؟ ولازم تبقى حافظ القانونين دول بعض. ماشي؟ ايه تاني؟ الريجنز اوف اوبريشن بقى بتتقسم على اساس ايه؟ في البي جي تي انت بتتكلم عن البي بي اي طبعا ان هو اول ما يبقى فورورد بايس على كده دلوقتي شغلت البي جي تي اصلا. طب دلوقتي بقى لو هو ب 0.7 عدى النقطه اللي هي البي دي اون بتاعته يبقى هو اون، لو هو اقل يبقى كده. طب دلوقتي بقى انا عندي فينيشنز اوبريشن ايه؟ اول ما اشغل البي جي تي يا اما
شغال في الاكتف ده بيعتمد على ايه؟ بصينا في الكيرف هنا كده البي سي اي لو البي سي اي اكبر من البي سي اي ثابت يبقى شغال فين؟ في الاكتف زي ما انا كاتب هناك لو هي اقل شغال في الساتوريشن طيب لو قلنا هنا هي في الاكتف الاي سي هي مين؟ بيتا اي بيز طيب في الساتوريشن طبيعي ان هي هتبقى اقل ليه؟ لان انت لو بصيت هنا كده هتلاقي الكاونت اقل اوكي طيب ايه تاني؟ نفس الكلام في المصفت لو البي جي اس عدد البي فاشل فانا كده شغال اون طب هي اقل تبقى ايه؟ اوف وجوه الاون عندي فايد وعندي ساتوريشن بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الميو فول دايم لو انا اكبر منها يبقى انا شغال ساتوريشن لو انا اقل منها يبقى شغال ايه؟ ولازم تبقى عارف ان في ايكويشن هنا دي للدايود والايكويشن هنا دي للساتوريشن والاثنين مختلفين الاثنين مختلفين لازم تحافظ الاثنين لازم تحافظ الاثنين البروكلوريك مستمر اه وانت داخل الامتحان مثلا يقول لك انا برامتز واحد ممكن اقعد في الامتحان ماشي لا ما ده ما هو ده الامتحان شديد القانون اه شديد القانون ده انا قصدي في الشفوي يعني في الشفوي؟ في ناس كده بتبقى إيه انا عندي باور انا ما الدنيا عندكم ماشيه ازاي برضو ايامنا احنا كان اسما بس انا كنت مثلا معاه اتصالات بس لما دخلت بقول الثلاث ساعات الثلاث كنت عندي الثلاث الشغل اه خدت ثلاث وقت ثلاث وقت اه كل واحد فيهم كان بعدي عليكم بيديني فيها سؤالين لهم ويناقشوا فيهم ولا عامه يعني ساعات فيهم ساعات عامه هو هو اللي انت جيت فجاه هم مش احنا لا انت اللي حصل سنه هنا ان انا دخلت المعمل عملت التجربه وخلصت ففي نفس المعمل سالت اتصالات اوكي تفضل ان هو اداني سؤال وانا ما جاوبتوش يبقى اسالني حاجه هيسالك اسئله ثانيه اسالني برضه هو هيفضل وراك لغايه ما تجاوب اي حاجه عشان يقدر حبيبي احنا دلوقتي ايه؟ بعد كده رحنا المعامل الثانيه يعني اول ما دخلت المعامل الثانيه تصدق ولا كنت كمبيوتر زين مش فاكر يعني مثلا فاكر انا كنت حاسس ثلاثه وخدت ورقه كل واحده فيها سؤالين كل واحده هو بيتكلم مع بعض الاثنين بالملي افيربل اني اول من الثانيه البي جي تي ليه بقى؟ لان المفروض at the same current البي جي تي هتيجي جي ام اكبر عشان كده الجي ام عشان كده البي جي تي احسن في الامبليفاير ليه؟ لان هو يديك جي ام اكبر فيقدر يديك جين اكبر لنفس الكارنت تمام؟ يعني هو سؤال عميق بس يعني ما اعرفش ان هو هيوصل لكده يعني صورتها خلاص هذا غير الكرسي ده شعر بتاع الجارة بتاعنا
I'm
واحنا كده بدلنا التنشن بعد ده بس واحنا دول هيدوا لنا الحاجات دي ولا هيفضلوا
السؤال ده بقى ده كان مجوش في السؤال ده بقى ايه؟ يعني مثلا حضرتك روبوت الكترونكس بدل ما في الترم الاولاني صح؟ اه جد انا في الامتحان عشان كنت شايف فكنت كنت تاني حاط الامتحان وهو غير دول شيء هو اللي انا عرفته انت هو ده الشيء بتاعنا تلت رابع مثلا تلت رابع عشان يعني احنا كنا حافظين الكلام ده دي بقى حاجه تقتله انا دكتور محتاج انا فكره ما اخدش مين اللي هيحط الامتحان الاتصالات دول واقع فيه هو اول كل اللي حطه يعني انتوا عارفين اسمه انا ممكن اقول لك هجيبه حد كل اللي حطه ولا طب انت قول لنا رسائل احنا نختارش في حد قبل الاسم ده في القسم اصلا مفيش في الموضوع اكيد دكتور الشيخ يعني مش اكيد لا الطبيعي مش الجزء ولا ليه لان هو الطبيعي بيحط امتحان معمل دكتور كبير اللي هو اللي مش في المعمل لازم مش كبير عشان بس طاقه خلاص دي يعني ما مش عارف بصوا اللي هيحط امتحان المعمل هو استاذ دي بقى اللي هو من دكتور هاني فكري لغايه ما توصل مثلا ده استاذ مثلا ممكن يكون دكتور عامل حجازي الناس دي المفروض اللي انا اعرفه ان هو بالنسبه له الكلام ده حفظ بس بالنسبه له الكلام ده ممكن ما يجيش يسال فيه اصلا ليه هو عارف مثلا انت هتبقى عارف ان الكومن ايميتا ده في الاخر هو نيجاتيف جي ام في الار اوت اللي هتطلع وكبر هي ايه تمام فانت مش هتقدر تحفظ القانون انت مجمع في دماغك ان انا كومن ايميتر فهو جي ام الكبيره بتاعتك بتطلع دي انا بقى هجيب الار اوت وخلاص طيب هي الار اوت ذات نفسها اصلا بتتحفظ دي شورت كاتس او حاجه كده دي حقيقه بس برضه يعني الشورت كاتس تبقى حافظها شويه فما مش تعمل تعالى نجيب على طول ايه في واحد جي ام ما انا عارف يعني ماشي حالك انا مشكلتي في ايه طب خليني مش انا اقول لكم يعني ايه جمعهم ازاي يعني خلينا نبقى ايه ماشيين اللي هو هنجمعهم ازاي عايزين اخف وزنه والثقل سنه وانا بحاول اقول بصوا الكليه كلها ماشيه ازاي عندنا ايه عندنا جين شو اسمه فولتج جين معناها حاجه اسمها كارنت جين الاهم طبعا بالنسبه لنا هو الفولتج جيم الفولتج جيم بالاخر هو حاجه اسمها جي ام كبيره في الار اوت الكبيره جي ام كبيره دي تناظر ايه؟ احنا كنا قايلين في جي ام في السنجل ترانزستور هي مثلا 2 اي دي على الاوفر درايف بتاعت الموسفيت او بيتا مش عارف على ايه في البيتا على الار 5 فين في البي جي دي لكن دلوقتي بقى انا ما عنديش سنج يعني انا دلوقتي عندي سيركت مش عندي ترانزستور واحد بس واقف لوحده كده ستاند الون اوكي فعشان تجيب الجي ام دي بقى الامبليفاير فالمفروض ان هي ليها قانون قانون ايه؟ قانون ان انت بتروح تجيب تروح تحط شورت سيركت على الاوتبوت وتجيب الاي شورت سيركت ده على الفي انوت دي بقى اسمها ايه بقى؟ الترانس كوندكتنس اللي هي الجي ام الكبيره بتاعت السيركت كلها تمام؟ وهي دي المفروض ان هي تتحط في القانون ده تمام؟ بجيبها ازاي؟ بتجيبها ازاي؟ هي قانونها ايه؟ ان انت هتحط شورت سيركت على الاوتبوت هيمشي فيه اي شورت سيركت هجيب الاي شورت سيركت ده على الفي ان هو ده جي ام اوكي طيب الاي ان هي الانبوت ريزيستنس بتاعك او الانبوت امبيدنس بتاعت السيركت كلها اللي هي هتعمل ايه مش هتعمل اي حاجه مش هتحط اي شورت سيركت في اي حته انت هتجيب الاي الفي ان على الاي ان تمام الاي اوت هتحط شورت سيركت على الانبوت وتجيب الاي اكس على الفي اكس اللي هو السورس اللي انت حاططه عند الاوت المفروض انت ليه بتعمل كده؟ المفروض انت عشان تحسب امبيدنس من عند ترمينال واحده في اي سيركت لازم تلغي كل السورسز في السيركت كلها وبعد كده تحط السورس في ايدك انت عند النود دي وتحسب الكارنت اللي هيطلع منه وتقسم الفولتج على ايه؟ على الكارنت دي المفروض ان هي حاجه ايه؟ سيركتس عشان كده لما انت دايما تلاقي مثلا عند الانبوت كان اصلا هو السورس هو مين؟ هو الانبوت مفيش اي سورس خارج في الدايره فانا محتاجش ان انا اعمل ايه؟ دي اكتيفيشن من السورس اللي هو اعمل شورت سيركت فهو بتسيبها زي ما هي لكن هنا انا رحت عند الاوتبوت انا اصلا عندي سورس اسمه الانبوت فلازم ايه؟
قال ايه او تبغي فوتوش احل لي فولتج سورس ازاي بطلعش سيرفر وهو حاطط انا سورس بايدي احسب الكرنت اللي هيطلع منه ويبقى هو الفي اكس على اكس هو مين الاي بي اس عادي اوكي طيب عامة كنت تيجي تسأل ازاي اجيب الاي اوت ازاي اجيب الاي ان ازاي اجيب جي ام تمام وممكن تسأل هو انا ليه بعمل كده يعني ليه عند الايكو دي ليه عند الاي مثلا هي الوحيده اللي ما حطتش شورس كفايه ده كلام انا بقوله نشوف قد ايه كابونا فولتج طب وكانت هو انا مهتم اشوف انا قد ايه كابونا كانت ليه بقى لا انا مهتم ليه ان انا الاي اوت على الاي ان دي بتديني انديكيشن على ايه على الباور ديسيبيشن بمعنى انا احتجت اي ان في انجل مثلا 1 مايكرو امبير وطلعت الناحيه الثانيه قد ايه دي دي انديكيشن السيركت دي الباور بتاعها انت بتستهلك باور كبير قوي ولا لا اوكي يعني لو انا قدرت احصل على الفولتج اللي انا عايزه اللي هو مثلا 1000 في نفس الوقت الاي اوت دي ما تبقاش كبيره قوي ايه اللي هيحصل باخد الجيل اللي انا عايزه بس الباور ديسيبيشن بتاعت السيركت بتاعتي قليل والكلام ده محتاجه ليه في الموبايلات هو انت لو موبايل بيباور بيديسبيت باور كبير يعني هو ايه هيفضل بسرعة واللي هيسخن في جيبك ايه؟ اكتر اوكي؟ ماشي تعالوا نحقق معطينا انا هتفضل يجي على جنب وتعالوا نحل بقى حد الحاجات لازم تبقى حافظ يعني ايه؟ او مش لازم تبقى موضوع حافظ تبقى فاهمها يعني ايه في دماغك كده تبقى فاهمها هتفتكرها يعني ايه كومن امبيتر؟ يعني ايه كومن بيز؟ يعني ايه كومن كولكت؟ والناحية التانية في المسلم يعني ايه كومن سورس؟ يعني ايه كومن درين؟ يعني ايه كومن جيت؟ في الاخر كده الحته الكومن دي الترمينال كومن دي المفروض ان هي ايه؟ اللي بقى لا اللي ما اللي لا بدخل عليها انبوت ولا باخد منها اوت فانا دلوقتي عندي كومن امتر يعني الامتر بتاعي اللي هو ده لا هيخش فيه انبوت ولا هاخد منه اوت طيب الانبوت يبقى ايه بقى؟ الانبوت هيبقى من البيز والاوت هيبقى من الكولكتف ينفع يبقى العكس؟ ينفع يبقى العكس؟ والتاني سؤال الانبوت من البيز والاوتبوت من الكوليكتور ينفع اعمل العكس هو اسمها كومن امبيتر برضه؟ لا اكيد لا ليه بقى؟ يعني انا دخلت الانبوت من الكوليكتور اخده من البيز انا اصلا ما عايز اكبر انا كده عملت ايه؟ كده وصلنا تمام؟ هو لازم تبقى كده اوكي؟ طيب الكومن بيز عندي البيز هو اللي ثابت وبدخل الانبوت منين؟ من الامبيتر برضه من الكوليكتور دايما هتلاقي الاوتبوت بيتاخد من الكوليكتور الا في حاله ايه؟ الكوليكتور ذات نفسه تمام؟ بتدخل انبوت من البيس وتاخده من الامبيتر حتى الكومن كوليكتور ده لما احنا بطلنا ناخد الاوتبوت من الكوليكتور هتلاقي الكومن كوليكتور ده بيطلع بره يعني بيطلع الجيم بتاعه بره يعني الماكسيم بتاع الجيم بتاعه اصلا ما اوكي؟ تعالوا عايزين نحسب الفولتج جين والكارنت جين في كل واحده من دول يبقى احنا محتاجين نحسب الاي ان الاي اوت والاي في والجي اوت مع بعضينا كده بقى اي ان هي مين؟ من غير فهم هنا اللي هي ايه بقى؟ اي ان فروم بيز اللي هي ايه الناحيه الثانيه؟ ار باي 1 بلس جي ام في الار امتر يعني لو في ار ماسكه في الامتر تتحط هنا اللي هي اي باي تمام؟ طب الاي اوت ايه دي اللي هي ار ايه في مين بقى كوليكتور هذا مع مين مع ار ال
طيب مع مين تاني بقى؟ او سي تمام. اللي هي هنا تبقى ايه؟ او نور واحد بلس جي ام اي باي المعاودي المعاودي. بص دول هتلاقي الترم ده بيختفي ليه؟ عشان دول بارلل. فالبارلل انا اصلا باخد الاصغر هتلاقيها في الاخر هي او ال بارلل مع او سي. باشمهندس هو ممكن اثبات شورت كات واحد حتى عشان نعرف تيجي ازاي؟ اثبات شورت كات واحد ملوش اي فرق بالنسبه انت عم عمل. والاهم من ده بقى ان انا اقول لك هي ليه طلعت او ال بارلل مع او سي مش او نو. ان هو ده السؤال اللي هيسالوه لك. دخلت معمل انت ليه بتقول لي ان هي او ال بارلل مع او سي ممكن تكون كبيره قوي؟ عشان انت عارف ان المعمل او نو اصلا كبيره جدا. فدايما هتلاقي ان انت عندك كومبوننت اللي بتحطهم بايدك كده كده سكيب كومبوننت من او ال ورا سي تحطهم كده في السكيب بايدك في المعمل هم دول اللي بيطلعوا ايه؟ في الجيم هم دول اللي بيطلعوا في الجيم. اوكي؟ طيب ادي او ان ادي او اوت تعالى نجيب الاي في تعالى نجيب الجي ام الاول بس الجي ام بتاع المنظر ده ايه؟ ده هنا مكتوب ايه؟ نيجاتيف جي ام على 1 بلس جي ام اي انا عندي اي اه يبقى نيجاتيف جي ام على 1 بلس جي ام اي يبقى انا كده عندي نيجاتيف جي ام على 1 بلس جي ام اي مضروبه في اي ال بارلل مع ار سي وعندي الاي اي هيبقى نيجاتيف جي ام على 1 بلس جي ام اي في الاي بكام؟ كده طلعت ايكويشنز معناهم ايه بقى؟ ان انا الكومن انفيتر بتاعي ده بيطلع جين فولتج يعني لو دخلت له فولتج بيكبره ولو دخلت له كارنت بيطلع جين برضه بيكبره برضه تمام؟ طيب الار انفيتر دي صوت ظريف برضه بتعمل ايه في الجين؟ بتقلل الجين بس بتزود ايه بقى؟ بتحسن ايه؟ استابيليتي اسمها لينياريتي لا لو قلت له استابيليتي هيقول لك غلط لان استابيليتي دي ليها قصه ثانيه خالص قدام في اللي هيخش فيه كوليكتيف ما تقولش استابيليتي حاجه اسمها لينياريتي ده يخش النار لينياريتي دي يعني ايه؟ فاكرين الكيرف؟ لا لا عشان ايش؟ لا لا ايش الكتاب كده؟ لا هو كتاب مين اللي كتب كتاب كده؟ اللي عشان ما يتأثرش بالحرارة كده موجود في الكتاب كده. ده مش بتاع يعني ما تروحش دي للدكتور. كمان ما تروحش للدكتور، يعني أنت خدتها مثلا في الكتاب الأولاني؟ أه. كانت هي بتعمل البيتشر وظبطها كده؟ ما خدناهاش. لا 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 ما خدناش ما عندناش كده خالص. مش كده، مش كده خالص. يعني الموضوع بكل بساطة بيظبط حاجة اسمها لينياريتي. لينياريتي دي يعني انا قلت لك ان انا عندي هنا ايه؟ نقطة بشتغل عندها حواليها سنة كبيرة صح؟ طيب افرض بقى انا السنة كبيرة بتاعتي دي كبيرة وانا عايز اتوليريت في الديزاين بتاعي يعني عايز الديزاين بتاعي يستحمل ده واشتغل كامبليفاير صح هعمل ايه؟ انا عندي شوية زاد فانا ايه اللي هيحصل؟ انا هقللهم تاني احاول اقللهم تاني شوية يكونوا صغيرين على قد الحتة اللي انا بشتغل فيها وفي الاخر هيخلص الصوت متكبر صح يعني نفس شكل الويف فورم هيفضل هو هو نفس الساين هي هتبقى ساين بس اصغر فانا عايز احط حاجه بالسيركت تاخد شويه الفولتج دول الزياده اللي انا مش عايزها فبعمل ايه؟ انا ده في الاخر ده بيبقى ايه؟ الفين اللي هو بيتحط ما بين البيز والجراوند اللي هو هنا كده اهو الفين ده بقى لو انت جبته هنا كده هتلاقيه بيطلع في بي اي اللي انت عايزها صغيره هي صغيره خالص بلس لما تحط بقى ريزيستنس هنا هتلاقيها تطلع اي 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 يبقى الريزيستنس ده عمل ايه؟ عمل باور ديسيبيشن خد شويه من الفولتج اللي انا بدخله الكبير فصغره فقلل لي انا الليفل بتاعي ده كده فبقيت بشتغل حوالين النقطه دي في حته صغيره كده فزود حاجه اسمها ايه بقى؟ لينياريتي يعني ايه لينياريتي؟ يعني الديزاين ده مور روبست مور لينير يعني انا مهما دخلت له هيشتغل احسن
في اللينيال دي. يعني انا هقدر توليريت ان انا ادخل له حاجه كبيره بس في نفس الوقت خسرت ايه بقى؟ خسرت ان انا كجين انا قليت. فده عشان هو في ار يعني لو في ار اي مش بتاع جي ام بس وجي ام بتعتمد على التمبرتشرز عشان كده مش عرفت التمبرتشر ده دكتور شنو ده مثلا تاني ده وثاني كل جمله تاني برافو في الجي ام هنا لما يكون في ار اي مش بس مش دي ما فيهاش ستابيليتي هو دكتور شنو غير كده عشان اللي مش عارف خلاص هو ده يعني هو اللي هيديني احسن بقى يعني بس بصوا يعني من الاخر كده هو بيقول ايه؟ بيقول ان الجي ام دي بتعتمد على التمبرتشر تمام فلما حاطط لها جي ام ار اي تحت هتقلل الاعتماد ده يعني انت ممكن ما تلقطهاش قوي بس هي فعلا ده بيقل يعني لما تعمل يعني بتاخد الفاكتور ده كده على السيميليشن زي ما هو هتلاقي ده لما تغير التمبرتشر هتلاقي التغير بتاع ده بقى اقل لما انت تسيبها جي ام لوحدها كده بس الاهم من كده اللي فعلا بنحط الار اي ده عشانه مش التمبرتشر فاريشن مش دي عشان مش دي هي مش عارف تنستابيلتي هي الاهم فعلا موضوع النيالتي ده اوكي طيب لازم تبقى عارف ان الكومن ايميتر ده ايه؟ فولتج جين كارنت جين بيطلع يعني بيدي جين للاثنين نفس اللي انا بقوله هنا هتلاقوه فين؟ في المسلم في الكومن سورس طيب تعالوا نجيب ده كومن بيز الاي بكام؟ 12 هي ار اي واحد وخمسين هي دي ايه؟ واحد على جي ام وان بلس ار بيز على ار بيز ار بيز هنا يعني هي واحد على جي ام طب لما انا اقول لك واحد على جي ام فاعل مع اي حاجه يعني الجي ام دي صغيره كبيره صح؟ لا جي ام واحد على جي ام تبقى ايه؟ صغيره دايما هي تبقى واحد على جي ام اوكي؟ لما الدكتور يشرح الامتحان بقى هو الانبوت ريزيستنس فروم الاميتر او السورس دايما هتبقى في رينج ايه؟ هتبقى دايما ايه يعني على طول؟ مش هتقول له بقى واحد على جي ام 1 بلس ار بيز على ار باي ولو في ار بيز مش عارف ايه لا هو واحد على جي ام واحد اسمه دي تمام؟ يعني مش طبيعي انك توصل حاجه بالبيز اصلا طيب انا غلط اي ار سي فاهم مع اي انبوت فروم كولكتور اللي هي مين؟ اه نوت 1 بلس مش عارف ايه هي تقريبا اصلي افرض حياتك اه ال عند الاوتبوت يبقى اه ال باي المعك اه سي زي طيب الجي ام ده ايه ده؟ ده كومن بيز بص هنا كده هتلاقي كومن بيز هو جي ام 1 على 1 بلس ار بيز على ار باي مفيش ار بيز يبقى هي ايه؟ جي ام طيب الفولتج جين هيبقى جي ام في ار سي الكارنت جين جي ام وواحد على جي ام اللي هي تقريبا واحد نقطة ليه تقريبا؟ يعني انت عندك ار اي فوق احنا عندنا مش يبقى ده ايه بقى؟ ده فولتج جين كارنت ايه؟ بفر يعني الكارنت اللي بيخش هو ولا يخرج بس الفولتج بيتكفر طيب بتلاحظ ايه بقى؟ ان هنا في نيجاتيف كومن بيز مفيش نيجاتيف يبقى ده بيعمل انفرتنج ده ما بيعملش انفرتنج تمام يبقى هو لو هو جالك في سؤال الشغل وقال لك انا عايز حاجه في كارنت بافر فولتج جين هتقول له ايه؟ كومن بيز او كومن ايه؟ كومن جيت في المسلم طيب كومن كولكتف اي تبقى ار باي 1 بلس جي ام ار اي اوت تبقى اي تبقى مع واحد على جيم اللي هي واحد على جيم طيب جيم جيم يبقى هنا الاي بي بقى هيبقى هو اللي تقريبا 1 والاي اي هيبقى هو اللي ده ايه ده بقى؟ فولتج بفر كارنت جيت تمام؟ تحب تاخده بريك دلوقتي ونرجع نكمل الديسكشن بتاعنا ولا نتكلم فيه شويه الاول؟ بريك الاول؟ عشان اخد
تاخد المصفت؟ لا لا خلي ال مهندس خلي بريك كمان شويه عشان نصلي العصر. Yeah.
معاها فاطمة الزهراء الدفعة 85 و 95 Yeah, so this is something master.
باشمهندس معلش دي سي ودي سي كوب دي سي كوب اللي معاك ان انا عملت دي سي كوب دي انا عارفه لما دي سي كوب انا دخلت في سيجنال فايبر دي سي دي سي دي سي دوت بتقول ان دي سي دي سي ده مبدئيا كده كل اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده حاجه اسمها سنجل اندد امبليفاير. يعني ايه سنجل اندد؟ يعني انا عندي اند واحده، ترمينال واحده، سلكه واحده ادخل بيها انبوت، سلكه واحده ثانيه اوت، ناحيه ثانيه اخد بيها ايه؟ اب. اوكي؟ انا بقى القصه هنا ايه؟ القصه هنا عايزين نشوف موضوع السنجل اندد انبوت وسنجل اندد اوتبوت ده اللي هو بدخل انبوت من على سلكه واخد الاوتبوت من على سلكه، في مشاكل ولا مفيش مشاكل؟ والله لو مفيش مشاكل خلاص ادينا نكمل بيه، هو ادينا بنستخدم ترانزستور واحد وبيدينا اللي احنا عايزينه. واحد وستة. هل لو طلعت دي مشاكل هنتجه ليه بقى؟ نحاول نحل المشاكل دي بايه؟ باشكال ثانيه مختلفه او توبولوجي ثانيه مختلفه. يعني توبولوجي يعني انا بستخدم شكل ثاني كامبليفاير بيديني سبيكس احسن. اوكي؟ بصوا بقى وعامه التوبولوجي دي ممكن الدكتور يسالك هو ايه التوبولوجيز بتاع السنجل ترانزستور دي امبليفاير؟ هتقول له ايه؟ بالظبط كومن امتر كومن كوليكتر كومن بيز. هما دول ثلاث اشكال مختلفه امبليفايرز يوزنج الدي سي. اوكي طيب دلوقتي بقى عندنا ايه؟ تعالوا نشوف يعني ايه سنجل اندد اصلا. احنا قلنا يعني ان انا بدخل انبوت من على سلكه او باخد الاوتبوت من على سلكه واحده. طيب لو انا دخلت بقى حاجه اسمها ديفرنشال اندد، يعني ايه ديفرنشال اندد؟ يعني انا هدخل انبوت من على سلكتين او هاخد الاوتبوت من على سلكتين. تمام؟ طب هعملها ازاي دي؟ هدخل انبوت نفس الانبوت بس بوزيتيف وواحد ثاني عكسه بالظبط. الايه المقلوب بتاعه تمام من نيجاتيف ده على سلكه ده على سلكه. لما اجي اخد الاوتبوت اخد الاوتبوت برضه من سلكتين تمام، وهلاقي ان الاوتبوت مره هيبقى هو ومره هيبقى مقلوب. طيب دي حاجه اسمها ديفرنشال اندد انبوت سنجل اندد اوتبوت. انا هدخل الاثنين الانبوتس بتاعتي ديفرنشال، يعني هدخل مره ساين ويف ومره عكس الساين ويف دي على اثنين ايه الانبوت ايه تيرمينز على اثنين سلكتين ايه، وياخد سلكه واحده بس ايه اوتبوت. ده زي مين بقى؟ الشكل ده زي مين؟ الاوبام اللي انت كنت عملت تشتغل بيه عنده ايه؟ وجبه. تمام؟ طيب ايه بقى الديسادفانتجز بتاعت مين؟ بتاعت السنجل امبليفاير السنجل امبليفاير ده اللي خلينا ننقل للديفرنشال امبليفاير، او امتى نستخدم الديفرنشال امبليفاير؟ اما نكون عايزين ايه؟ تعال نبص احنا هنا بنتكلم بقى ايه بيو على النويز. النويز دي بتيجي منين؟ بتيجي من السوس بتاعتك، السوس بتاعتك او من الهواء. احنا هنا هنركز على مين؟ على انا ما عنديش نويز من الهواء، انا بستخدم انا عايز اشوف السيركت نفسها. هل هي وانا بستخدمها كده بتنفوك نويز من نفسها؟ يعني هي من نفسها النويز اللي في السوس بتاعتها اللي انا بستخدمها هتبوظ لي البيهيفير ولا لا؟ تمام؟ انا كده مش بدرس اي حاجه خارجيه. انا كده بحاول اضمن ان انا السيركت هي وهي لوحدها كده بتطلع اوتبوت بيو مظبوط. اوكي؟ طيب تعال نبص بقى احنا عندنا اصلا كام سورس في الدايره؟ هو الاي سي سورس ده اللي بدخل منه انبوت، وايه تاني؟ الاي سي سورس اللي بيشغل الدايره اصلا. يبقى انا عندي حاجتين ممكن يحصل فيهم نويز، ان ده يبقى معايا في نويز وان ده يبقى معايا في نويز. تعال نشوف الكيس بتاع ده هيعمل ايه؟ الكيس بتاع ده هيعمل ايه؟ هل هي هتوصل على الاوتبوت ولا فاكس؟ تمام؟ تعالوا نشوف بقى الانبوت سورس نويز. انا الـ Vin بتاعك ده هي Vin هتبقى ايه؟ Vin بلس V نويز. طيب الـ Vout اصلا كان بيساوي ايه؟ الـ AV الـ Vin صح؟ طب الـ AV هنا كان بيساوي ايه؟ هتلاقيها كان بيساوي نيجاتيف جي ام هو سي مضروب في مين بقى؟ Vin بلس الـ V نويز يبقى هتلاقيها نيجاتيف جي ام هو سي Vin نيجاتيف جي ام او سي في نويز.
يبقى انا الترم اللي انا عايزه اصلا كان مين؟ كان هو ده. جمع عليه ايه بقى؟ ترم تاني كده بسبب النويز. يبقى النويز اللي عند الانبوت تبقى ترانسليتد بالظبط وتضيف نفس الجين اللي بيشوفه ايه؟ الانبوت. يعني ايه؟ يعني تتنقل من الانبوت للاوتبوت وتضيف جين كمان. يعني انا لو عندي شويه نويز صغيرين مثلا هنا واحد مايكرو فولت. تعال ناخد كده اكزامبل بالارقام، لو جه مثلا واحد ملي فولت وانا بقول ان الجين بتاعي الف. تمام؟ هنا هتبقى ايه؟ واحد فولت. تمام؟ تعال بقى شوف لو دي كده مثلا مايكرو فولت. واحد مايكرو فولت، اثنين هنا هتلاقي بقى ايه؟ زائد او ناقص ايه؟ ملي فولت. يبقى الساين ويف بتاعتي بدل ما هي هتبقى واحد فولت تبقى ايه؟ واحد. لا 1.0 بقى النويز بتاعتي دي بقى بقت يعني هي اصلا كانت مثلا كده 0.1 مللي يعني 1.1. يبقى انا كده الساين ويف بتاعتي دي ايه؟ انا بقى مش عايزك تبص على الارقام، انا عايزك تبص ان النويز دي اصلا عندك يعني شكلها مش مثلا ايه ليفل ثابت او ساين ويف تجيب على ساين ويف فتطلع شكل محترم هتعرف انت تظبطه. لا ده هي اصلا هتبقى ايه؟ اللي هو مش انت الواحد ملي فولت دي او الواحد ده ده عمال يعمل كده. فانت الساين ويف بتاعتك بدل ما هي تطلع لك كده هي تطلع لك هنا كده. بص تمام؟ طيب دي اول كيس. يبقى احنا عندنا مشكله ان الايبوت سوس النويز اللي عليه تتنقل دايركت للاوتبوت وتضيف جين كمان. المشكله الثانيه ايه بقى؟ السبلاي ده البي سي سي ايه علاقته بالاوتبوت؟ البي اوت هي ايه؟ هنا بي سي كاركترستكس بي سي سي ماينس اي سي اللي ماشي هنا بار سي. طب البي سي سي دي بقى ايه؟ بي سي سي بلس بي نويز. يعني البي اوت تبقى ايه؟ بي سي سي بلس بي نويز ماينس اي سي بلس النويز. راحت فين؟ اللي كانت في السورس راحت بالظبط هي في الاوت، ما ضربتش الجين بس نزلت في الاوت. يبقى دي ايه؟ دي مشكله. يبقى انا عندي مشكله ان انا عندي الانبوت دي النويز اللي عليها تتنقل للاوتبوت وتتكبر، وعندي مشكله ان انا السبلاي نويز دي بتنزل فين؟ عند الاوتبوت. تالت حاجه بقى لو انا عندي امبليفاير الجيم بتاعه ب 1000 تمام؟ لو انا عندي امبليفاير الجيم بتاعه ب 1000 وانا مدخل الواحد ملي فولت بتاعتي ممكن يطلع لي واحد فولت. طب افرض بقى اصلا انا كنت مستخدم سورس بي سي سي 0.8 فولت هيجي ايه اللي يحصل بقى؟ بالظبط ان انا بدل ما انا طالع كده لغايه الواحد فولت ناقص واحد فولت انا الماكسيمم بتاعي في السيركت اصلا ايه؟ 0.8 فولت. فهيجي عند 0.8 هنا ويحصل ايه؟ تكليب كده صح؟ طيب يبقى في خاصيه مهمه جدا في الامبليفايرز من بعد رفع اسمها الاوتبوت سوينج او الماكسيمم اوتبوت سوينج. ان السيركت بتاعتي دي الاوتبوت مسموح له ان هو يسوينج يعني يطلع وينزل منين لفين. بمعنى لو انا عندي هنا البي سي سي دي مثلا 3 فولت في السيركت دي انا مسموح لي ان اطلع لغايه فين؟ البي سي سي ومسموح لي ان انزل لغايه فين؟ لو انا الفولتج ده عمال ينزل، الفولتج بتاع النود دي عمال ينزل. هل حد بيلمت عليه؟ هل هيعمل لي مشكله وهو بينزل؟ اه هيعمل لي مشكله لان انا عندي هنا حاجه اسمها في سي اي سات. لازم الفي سي اي دي تبقى اكبر من في سي اي سات. يبقى لازم الاوتبوت يبقى اكبر من في سي اي سات. لان هو مسموح له ينزل 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 لغايه ما يوصل فين؟ عند الفي سي اي سات دي. لو نزل عندنا اللي يحصل؟ فاكرين الكيرف اللي احنا كنا رسمينه ده؟ خش فين؟ سيتويشن يبقى ايه؟ باظ. يبقى انا مسموح لي انزل لغايه فين؟ الليفل ده. يبقى انا الماكسيمم اوتبوت سوينج اللي انا ممكن اخده من الامبليفاير ده هو مين؟ هو الحته اللي ما بين البي سي سي والبي سي اي سات اللي هي 0.2 اللي هي 3 ناقص 0.2 اللي هي 2.8 فولت. يعني الساين ويف بتاعتي دي لو طلعت ونزلت
الحته دي كده كلها على بعضها لسه ما تعدتش 2.8 فولت اه تمام صح صح. المنظر ده عمل ليميتين يعني السنجل هاند ترانزستور ده عمل مشكله انما الاوتبوت سوينج بتاعتي ساعات بيحصل فيها كليبنج ساعات ما اقدرش ان انا اخد اوتبوت سوينج عالي. هنشوف بقى الديفريشن امبليفاير هيحل الثلاث مشاكل دول ازاي. هقول لكم بس السيجنالز بنعرفها ازاي وهناخد بريك ونرجع ايه نخش نظبط الديفريشن امبليفاير عامل ازاي. احنا عندنا نوعين من السيجنالز بنتعامل معاهم في الديفريشن امبليفاير. انا قلت لك ان انا بدخل حاجه وعكسها يعني بدخل على انبوت حاجه وبدخل على الانبوت النيجاتيف بتاعها ايه هي بس عكسها وبلاقي عند الاوتبوت ايه الساين ويف بس عكسها ايه عند الترمينال تعمل اوت. بص يبقى انا عندي سيجنالز تعرف ان هي اي سي بي سي صح. هعرف حاجه ثانيه بقى عشان اعرف افرق ما بين هل انا مدخل ساين ويف على الانبوت اي دي بوزيتيف وعكسها على الدي ان نيجاتيف صح. ده اللي المفروض ادخله الاثنين دول عكس بعض بسميهم ايه ده ديفرنشال اثنين عكس بعض ديفرنشال بعض. وبعرف حاجه ثانيه بقى اسمها ايه الكومن مود. الكومن مود دي بقى ايه اللي هي لو انا داخل لي سيجنال كده دي هي هتخش على نفس الايه الاكتيفن النيجاتيف. طب هل الكيس ده انا عاملها يعني انتنشن يعني قلب الدايره عاملها؟ لا بس دي هي مين بقى هي دي النويز يعني انا في نويز دي هخش لي على الاثنين ايه سورسز. فانا ما مش يعني انا جايب اثنين سورسز انا عامل انفوكينج ان ده هيطلع عكس ده بس انا مش بدايه النويز هي بتطلع نفس الحاجه. فانا ايه اللي هيحصل بقى هنا في الكومن مود دي؟ هي دي مين؟ دي النويز. يبقى لازم ادرس البيهيفير بتاع الديفرنشال امبليفاير مع الديفرنشال سيجنال. ولازم ادرس البيهيفير بتاع الديفرنشال امبليفاير مع مين؟ الكومن مود سيجنال هي مين؟ النويز. طيب كدي سي يعني مش عليك قوي بس لازم تبقى عارف ان في ديفرنشال دي سي وكومن مود دي سي. يعني ايه ديفرنشال دي سي؟ يعني كومن مود دي سي؟ يعني انا مثلا افرض ان انا مشغل الامبليفاير انا هدخل على الانبوت بوزيتيف جي سي سي مع اس بي شو اسمها وما كنتش بقول لكم بقى على الكترونكس الثاني ما تخيلي فيكس انا بس فيكس. انت عندك دي سي ليفل صح؟ يعني ايه دي سي ليفل ديفرنشال؟ يعني دي سي ليفل كومن مود نفس الفكره بالظبط. لو هو كومن مود انا هدخل نفسي دي سي ليفل على مين؟ على الاثنين تيرمينالز بتوعي صح؟ طب لو هو بقى ديفرنشال يبقى انا مثلا هدخل بي سي سي على الاي على البي بوست باي بي سي سي دي سي ليفل عالي 1 وهدخل على بي ان ايه بقى عكسها يعني يبقى كده مشغل الامبليفاير ده ايه كايه يا سويتش يا ام بي سي سي يا ام بي سي سي يا ام بي سي. انت محتاجها في حاجه اسمها ريديو فريكوانسي ديزاينز يعني ديزاين بولو. بس المهم عندي ان انت تبقى فاهم ان الاي سي ديفنشال والاي سي كومن مود وان ده اي سي ديفنشال ده ان انا جايب بديله جين وعايزه يكبر والاي سي كومن مود ده اللي هو مين؟ النويز اللي انا عايزها تظهر. يبقى انا متوقع ان انا عندي حاجتين هدرسهم حاجه اسمها ديفنشال جين حاجه اسمها كومن مود جين. الجين اللي بياخده ديفنشال سيجنال والكومن مود جين هو الجين اللي بياخده مين؟ كومن مود سيجنال. هو عايز ايه بقى انا بقى في الديزاين بتاعي؟ ان الديفنشال جين ده يبقى اعلى ما يمكن والكومن مود جين ده يبقى ايه؟ اقل ما يمكن اقل ما يمكن. ما عجبناش المنظر ده قال لك انا مش هفضل احسب اثنين فاليوز واشوف فيهم الامهاني امبليفاير احسن. لا انا مش هحسب اثنين فاليوز انا عايز فاليو واحده تحكم على الامبليفاير ده على الديفرنشال امبليفاير ده. فقمنا قايلين حاجه ايه؟ اسمها كومن مود ريجكشن ريشيو. قد ايه انا ريجكت الكومن مود بتاعي؟ يعني قد ايه بقى ايه؟ بدماغك كده قد ايه انا بكبر الديفرنشال وقد ايه انا بصغر الكومن مود. فطبيعي ان انا هبقى عايز الديفنشال ده يبقى ايه؟ يبقى فوق والكومن مود يبقى ايه؟ يبقى تحت. اوكي والريشيو دي انا عايزها كبيره ولا صغيره؟ لا انا عايز ان هي تبقى اكبر من كده انفينيتي. اوكي يبقى ده فعلا ده الايديال اللي هو بيجكت كل الناس. ليه؟ مش ده النويز؟ ايوه هو ده سؤال كويس جدا. ده سؤال كويس جدا. هو يعني انا مهتم ليه احسب بقى الكومن مود جيم مع ان انا اصلا في الاوتبوت انا بعمل لك حاجه اسمها في اوت ديفرنشال اللي هي في اوت بوست ماينس في اوت نيجاتيف. ساعات ايه اللي بيحصل؟ انا مش عايز استنى لغايه الاوتبوت
واقوم عامل ايجكشن للنويز. لا انا عايز اعمل ايه بقى؟ مرحلتين، ان انا عايز اقللها وعايز ايه بقى؟ على الاخر اللي يحصل تتشال. لان الطبيعي ان انت البلوك بتاعك ده مش بستاند الون كده، لا ده بيبقى بيتوصل بحاجات تانية. ايه اللي بيحصل؟ الحاجات التانية دي اصلا بترجع لك نويز عليه. فانت عايز تعمل ايه؟ عايز تريجكت على التيرمينال دي، وعايز كمان النويز دي ما تروحش هناك كبيره، عشان لو وقفت واحده هناك كبيره فاتقلبت بقى هي ديفرنشال سيجنال، فانت خلاص ما بقتش قادر تميز هل دي نويز ولا مش نويز. ممكن النويز دي لما توصلها على التيرمينال الثانيه تبقى كبيره جدا، فاللي يحصل تبوظ لك البروك اللي بعده. خلاص هو شاف الليفل كبير عالي، خلاص انا عملت ريجكشن وماينست من بعض، بس ده اللي حصل، ما بوظت اللي بعديه وحس بيه. فانا عايز اعمل مرحلتين، لا انا اوصلها اصلا ان هي توصل للاب الكبيره، وبرضه حتى لو وصلت اشيل الحته اللي باقي لي. اوكي، فانا اهتم ان كمان مون ريجكشن ريشيو بتاعتي تبقى ايه؟ اكبر من يوم. طيب ديفينشن امبليفاير ده نعمله ازاي بقى؟ هو سنجل اند امبليفاير جنبيه واحد اخوه بالظبط وواصلين ببعض. اوكي، هل ينفع استخدم كومن بيز او كومن كوليكتور؟ لا. ليه بقى؟ لان انا مثلا كومن كوليكتور ده بفر، انا ما بدايقش من فوق ان احنا بستخدمه كبفر. طيب الكومن بيز بقى، الكومن بيز مش هينفع معاك برضه، لان هتلاقي النويز في الكومن بيز عالي جدا، واحنا اوريدي مش عايزين نستخدم الامبليفاير، بنستخدمه حاجات معينه كده. ليه؟ الكومن بيز مش بنستخدمه كامبليفاير اصلا. لو بصيت على الكونفجريشن والتوبولوجي دي تحسب النويز بلس الدنيا مش سموث قوي في الكومن بيز، يعني في كونسيستنس بتاع وحش. هو الخلل ده فاهم حاجه؟ يعني هو الحته مش نويز بس، حته كمان في كونسيستنس، عارف اظبطه ولا لا؟ يعني دي البالانس اللي انا عايزه ولا لا؟ فاهمني؟ بس خدوا بالك بقى مثلا ال 10 ولا 5 ونرجع السيركتس ونحل مسألة النويز. مش فاكر حتى الكومن بيز كان اعلى اعلى باندويث، الكومن بيز كان اعلى باندويث. تعالى والله يعني مش خمسة ساعات، والله مش باندويث بس. والله ممكن يكونوا مش ما تعرفش ممكن يكونوا مش اصلا عارف النص كامل بيك اب سؤال تاني دلوقتي بقى فهمنا ايه ديفرنشال سيجنال، فهمنا يعني ايه كومن بوت سيجنال، فهمنا مشاكل السنجل اند. المفروض ان احنا هنبروبوز التوبولوجي هي او شكل الكونفجريشن، المفروض ان ده يحل ايه المشكله دي كلها صح كده؟ المفروض ان احنا متوقعين كده، المفروض ان احنا نعمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط بس على ايه؟ على الشكل ده. طيب الشكل ده عمل ايه؟ هو انا هنا داخل ايه من على البيس وباخد مين؟ كوليكتور، فده كومن انفستمنت. في الناحيه الثانيه نفس الكلام بالظبط، لازمتهم في بعض من تحت ومن فوق. اوكي؟ انا كده عامل ايه بالظبط؟ انا حاطط اثنين كومن امتر مع بعض ونوصلهم مع بعض بالظبط، البي سي بالبي سي والجراوند ايه؟ والجراوند او الترمينال بتاعت الامتر ووصل بعض. اوكي؟ طيب تعالى نشوف ده هيعمل ايه بقى؟ مبدئيا كده الانبوت البوست اللي احنا اتفقنا ان هو ايه؟ هو حته كومن مود وايه تاني؟ وحته ديفنشن. هنقول ليه على مين؟ موجودة البي نيجاتيف وحتة كومن مود وحتة ايه؟ ديفرنشال. لو جمعت الاثنين دول على بعض او قصدي ماينس الاثنين من بعض يعني بي ان بوزيتيف ماينس بي ان نيجاتيف اللي هو البي ان ديفرنشال بتاعنا لو انا عايز اكبره هيطلع ايه؟ مش هيطلع البي ان. تمام؟ ده سبب موضوع ان هو بيقسم على اثنين.
كاني بقول ان انا بدل ما ادخل الميفون كلها انا بدخل نصها مع هنا والعكس النص من الناحيه الثانيه. طيب في اوت نيجاتيف دي المفروض تساوي كام؟ هل هي بتساوي الايكويشن دي؟ هو نيجاتيف ده منين؟ مش عارف. طيب بص بقى الشكل ده انا عارف ان ده كومن ايميتر لوحده وعارف ان ده كومن ايميتر لوحده بس انا وصلتهم من تحت. هل ينفع اكسبلست كده او رايح اقول والله هو نيجاتيف جي ام ار سي البي اوت نيجاتيف هي نيجاتيف جي ام ار سي في الانبوت ده والناحيه الثانيه هي نيجاتيف جي ام ار سي بتاعت اللينات دي في الانبوت الايه؟ النيجاتيف اللي هو ده. وانا لازم في سام سوت اوف كونديشن يقول لي اه انت ممكن تحل السيركت دي لوحدها وتحل السيركت دي لوحدها. هو ده اللي انا هنتكلم فيه بقى. لو احنا ركزنا بقى دلوقتي انا عندي حاطط ايديال سورس تحت البوينت دي النود دي لو الفي ان بوزيتيف دي بتعلى يبقى انا هتلاقي ايه بيحصل؟ الفي ان لازم هتقل انا عكسها صح؟ هي نفس الفاليو بس مش هو عكس فلو الفاليو دي زادت يبقى الفاليو الناحيه التانيه لازم هتقل صح؟ طيب النقطه دي بقى ايه علاقتها؟ مش ده الفي بي اي؟ الفي بي اي المفروض ان هو ايه؟ ثابت 0.7 فلما البوتنشال ديفرنس ثابت وواحده منهم زادت يبقى الثانيه لازم يحصل لها ايه؟ تزيد. فهو لما دي بتعلى ده عايز يزيد بدلتا بي ولما دي بتقل عايز يقل من الناحيه الثانيه بايه؟ بدلتا بي. ففي الاخر اللي بيحصل؟ نفس الحوار بالظبط دلتا بي ناقص دلتا بي في اللي يحصل دايما ان هو بدلتا بي ايه؟ البوتنشال ديفرنس عليها بصفر يعني مش البوتنشال بتاعها اللي بصفر البوتنشال ديفرنس اللي عليها بصفر فمعناها ان النقطه دي ايه؟ كفولتج ثابته ثابته يعني هي ليفل بس هي ثابته فمعنى ان هي ثابته وانا بحل اي سي يعني دي ايه؟ بيشور جام تمام؟ لو انا بحل ديفرنشال سيجنال وانا بحل الاي سي ديفرنشال سيجنال يعني انا بدخل على انبوت هنا حاجه وعكسها الناحيه الثانيه بيحصل النقطه دي بتحصل لها ايه؟ بيشر جام اوكي؟ بقول لكم الكونديشن اللي بقولها اي سي ديفرنشال لازم يبقى اي سي ولازم يبقى ديفرنشال يعني هنا عكس اللي هناك فالنقطه دي بتبقى بيشر جام يعني بتبقى ثابته كفولتج ثابت. طيب لو دي بقى بيشر جام كمان كده المفروض ممكن اقسم ايه بقى؟ الاثنين دول الحتتين مع بعض فيطلع فعلا ان هي نيجاتيف جي ام ار سي في البي ان بوزيتيف دي نيجاتيف جي ام ار سي في البي ان نيجاتيف تمام. لو انا جيت اجمع بقى ده يعني في اوت نيجاتيف يعني لو جيت انا بقى اجيب البي اوت ديفرنشال اللي انا عايزه اللي هو في اوت بوزيتيف ماينس في اوت نيجاتيف هيحصل ايه؟ هتلاقي في كومن مود ماينس في ان على الاثنين ماينس في كومن مود ماينس في ان على الاثنين ايه اللي هيحصل؟ يبقى لك في الاخر كومن مود بايه؟ بيتكنسل صح؟ وايه اللي بيحصل بقى للديفرنشال؟ بيبقى زي ما هو. يبقى انا عملت ايه بقى في الديفرنشال امبليفاير؟ انا لما خدت الاوتبوت ديفرنشال لغى ايه؟ الكومن مود ده. بقى بيطلع ايه بقى؟ السيجنال بس اللي المفروض تتكبر. اوكي؟ ومن هنا ممكن اقول ايه بقى؟ ان الديفرنشال بتاعي هو ايه؟ في اوت ديفرنشال على في ان ديفرنشال اللي هو ايه؟ في اوت ديفرنشال على في ان ديفرنشال اللي هو مين؟ نيجاتيف جي ام ار سي ايه؟ طب دي بيفكرك بايه بقى؟ مش ده الجين بتاع نص واحده من دول؟ هو كومن ايميتر فانا ممكن اعمل ايه بقى عشان يفيد الديفرنشال جين بعد كده؟ انا هقول والله النقطه دي هتبقى بشر جاون يعني الاكسس اوف سيمتري ده هيمشي واي حاجه تخبط فيه يبقى ايه؟ بشر جاون وبعد كده هاخد نص منهم واحل واجيب الجين دول الجين ده هو مين؟ بص هو الجين بتاعي ديفرنشال اوكي مش نصه؟ لا هو الجيم لان انا مدخل اصلا نص هنا انا واقف في اعتبار النص هنا اوكي يبقى نيجاتيف جي ام ايه؟ ار سي ده الديفرنشال جيم. طيب ادي اول مشكله حليناها بتاعت ايه؟ الانبوت سورس نويز. طيب النويز بقى اللي كان جاي في السبلاي لما انا خدت الاوتبوت ديفرنشال ايه اللي حصل؟ بقوا بيتماينسوا من بعض بقوا بيطيروا لما كده حليت ايه؟ المشكلتين بتوع النويز. طب المشكله الثالثه بقى بتاعت الاوتبوت سوينج وايه اللي بيحصل؟ انا بدخل هنا مثلا بيطلع لي هنا مثلا 1 فولت ناقص 1 فولت
الناحيه الثانيه عكسها ناقص 1 فولت و1 فولت وباخد ده ماينس ده ايه اللي بيحصل؟ انا عندي نص سايكل هنا نيجاتيف 1 وسايكل هنا 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 طب وهنا بقى 1 ناقص ناقص 1 يبقى ايه؟ مكبر يعني دبل لما انا خدت الاوتبوت ديفرنشال عمل دبل للاوتبوت سويب اوكي يبقى لو انا هيطلع لي بالسنجل اند الاوتبوت سوينج مثلا ب 2 فولت يبقى انا هيطلع لي بالديفرنشال اوتبوت سوينج كام؟ هو 2 على 4 فولت اوكي المفروض حاجه مش حلوه مش حلوه عشان كده هيسخن لا انا لغايه دلوقتي انا في الرينج المسموح بيه طول ما انا في الرينج المسموح بيه دي قصه ثانيه لكن انا كديفرنشال ديفرنشال امبليفاير لا انا خلاص انا كده ممكن استفيد اكتر اوكي احنا كده حلينا ايه؟ حلينا اي سي ديفرنشال اناليسيس دي سي اناليسيس لما بتطرح الاولى من الثانيه الفي سي سي هتطير مع بي سي سي برضه اه طب كده هيبقى لي اثنين اي سي هيبقى لك ايه؟ لا هو انت الاي سي ده بيطير مع اي سي هتطير برضه طيب حاجه احنا مستفيد بيها اصلا في السوق ان انت لو عندك دي سي ضامن ان انت وانت داخل على الستيج اللي بعدي مش محتاج دي سي الا لو انا بقى عايز اصلا الستيج اللي بعدي دي سي بس مش قصته يعني اوكي فانا كده حلينا اي سي ديفرنشال اناليسيس وجبنا مين؟ ديفرنشال جبنا ان احنا عملنا ايه؟ اكسس وسنتي بالشنات طلع لنا ايه؟ كل نقطه تخبط فيه تبقى بشر جاوند طيب لو انا عايز احل بقى اي سي كومن مود اناليسيس عايز اجيب الجين بتاع مين بتاع النويز المفروض ان النويز هتتكنسل عند الاوتبوت بس انا عايز اشوف برضه وهي ماشيه من الانبوت للاوتبوت هتاخد جين قد ايه تمام فدلوقتي عشان احل اي سي كومن مود خدوا بالكم من حاجه برضه عشان السؤال ده بيجي في الامتحان ازاي احسب الديفرنشال جين اكسبيرمنتلي بعمل ايه؟ بعمل نفس اللي انا عملها في اليوم الصبح ده، انا بدخل ساين ويف من هنا عكسها الناحيه الثانيه. واروح اشوف دي على دي بكام؟ تمام؟ يبقى هو ده الجيم بتاع الديفرنشال. طب لو انا عايز اجيب كومن مود. كومن مود يعني بعمل ايه؟ الانبوت بيدخل له ايه؟ بيدخل له نفس الحاجه. ان الفي ان بوزيتيف هتبقى هنا في كومن مود وفي كومن مود. بدخل نفس السايكل من ناحيتين. واشوف واحده منهم بكام. اوكي؟ واقسمها. كده جبت الكومن مود ايه؟ دي برضه الحاجات اللي هي الليفل العبيطه دي بتيجي يعني يعني ممكن يجي سؤالك انا عندي ديفينشال امبليفاير عايز احسب له ديفينشال جيم عايز احسب له ال كومن مود جيم بالهاند اناليسيس وقول لي اكسبيرمنت يعمل ايه؟ تمام؟ هات له الكلام اللي انا قلته ده. دلوقتي بقى عايزين نحسبه هاند اناليسيس الكومن مود جيم نجيبه ازاي؟ احنا النقطه بتاعتنا دي هي النقطه المميزه اللي احنا نقدر نقسم بيها السيركت او ما نقسمهاش. النقطه دي بقى لما يبقى عليها كومن مود لو ده عيني يبقى ده ايه اللي هيحصل له؟ ده هيعلى برضه يبقى هنا هيبقى فيه دلتا في وهيبقى فيه ايه بقى؟ دلتا في برضه صح؟ يبقى النقطه دي بتعلى يبقى هل ينفع نمشي ده؟ لا يبقى ايه حاجه غير ممكن اعملها بقى؟ نقسم اللي انت تحاول تقسم اللي تحت ده خليها سيمتريك تمام؟ طيب تعال نبص بقى وانا بحل اصلا اي سي ده هيبقى ايه؟ كان سوس ده بص اوبن سيرك اوبن تمام؟ فهيبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني هنا كده او سي في اكون مود اهي عندي هنا او سي وعندي دي اكون مود وعندي دي اكون مود والترمينال اللي تحت دي بقت واصله بايه؟ الهواء اوبن سيركت المنظر ده هيعمل ايه؟ هل في حاجه هتمشي اصلا في كارنت هيمشي؟ مفيش كارنت هيمشي مفيش عندي فيها في كومن مود اصلا مش موجود يبقى الديفرنشال جيم بكام؟ الكومن مود جيم بكام؟ بصفر تمام؟ طيب معنى ان الكومن مود بصفر وانا عندي ديفرنشال جيم بنجح في جي ام ار سي تعالى نشوف بقى الكومن مود ريجيشن هتطلع بكام؟ هتطلع 20 لوج انفينيتي تبقى كام؟ انفينيتي يعني عندي كومن مود ريجيشن ايه؟ ايديال انا بريجكت كل النويز اي كومن مود سيجنال انا هجبتها كامله وبعد ايه بقى كمان في الديفينشن بديها جين انا كده بعمل ايه؟ كومن مود ريجكشن ريشيو ايديا يعني ده ايديا امبليفاير ايديا ديفينشن امبليفاير طيب
اول نبص هل في الحقيقه في حاجه اسمها ايدر كونسولز؟ مش حاجه اسمها كده. في الحقيقه بقى في ايه بقى بنعمله بايه؟ ترانزستور. بنعمل كده ليه equivalent ايه؟ resistance من هنا ايه؟ unknown on plus gm r e per m r point f. اوكي؟ يبقى لو انا بقى دلوقتي بحل differential هيفرق معايا؟ لو بحل AC differential انا كده كده الاكسس اوف سيمتري هعمل فيه ايه؟ انا هخلي السيركت الاول سيمتريك، ده عباره عن resistance. فانا في الاخر هشيل اعمل ايه؟ هشيل كل ده اعمل ايه؟ حط ريزيستنس كده بقى ايكوفلنت. عايز اخلي بقى السيركت دي بالظبط اليمين زي الشمال، يبقى ايكوفلنت اعمل فيها ايه؟ احاول اقسمها نصين. طب لو انا عايز اقسمها نصين اعمل ايه؟ انا قلت اثنين ريزيستنس اهو، انا عندي ايكوفلنت، يبقى احط اثنين ايكوفلنت اثنين ايكوفلنت عشان لما يتعملوا فايل مع بعض ايه بيحصل؟ بيتم على اثنين. يبقى كده ممكن امشي بقى ايه؟ الاكسس والسيرتيف داتا واي حاجه تبقى تطفيها تبقى ايه؟ فيرتشوال جراوند عشان هو بيحل اي سي. يبقى دلوقتي هتبقى هنا ايه؟ في المنظر ده لا مش في المنظر ده، في المنظر ده ده الاي سي ديفنشن بتاعي. انا حتى بعد ما بقى في ريزيستنس المفروض النقطه دي اللي بيحصل لها مش هتجيبهم فهتشرط اصلا على مين؟ على دول. على ريزيستنس لو انا بحل اي سي ديفنشن. ده ايه اللي يحصل هنا؟ هيرجع لي نفس الشكل، هتبقى نيجاتيف جي ام سي برضه. يبقى كده الديفنشن ما ايه ما تاثرش. لما انا عملت الايديال كرام سورس ده على الحقيقه الديفنشن ما تاثرش. تعال نشوف بقى الكومن بول هيتاثر ولا لا. لو النقطه دي بقى اوبن سيركت يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني الريزيستنس لسه موجوده، يعني الشكل هيبقى كده. الجيم بقى بتاع الشكل ده كان بيبقى ايه؟ نيجاتيف جي ام على 1 زائد جي ام 2 ار اي مين؟ في الاوت اوت اللي هي اوت سي. يبقى دلوقتي ما بقاش عندي اي في كومن مود بصفر، بقى عندي فاليو، هي الفاليو كويسه بس ستيل ايه؟ مش صفر. لو انا حبيت بقى اجيب الكومن مود ريكشن ماشي اعمل ايه؟ هي 20 لوج الديفرنشال اللي هو ده على الكومن مود اللي هو ده. هيحصل ايه؟ ده هيروح مع ده ويبقى لك ان هي 20 لوج 1 بلس جي ام 2 ار اي. الرقم كبير بس مش انفينيتي، يعني ده مش ايه؟ مش اي. اوكي؟ بس ستيل قدرت ان انا اعمل حاجه ايه؟ بتريجكت النويز من قبل اصلا، وحتى وهي لما بتوصل بيحصل لها ايه؟ بتتشال عن طريق ان انا باخد الاوتبوت ايه؟ ديفرنشال. إيه؟ طب لو انا عايز ازود الكومن مود ريجكشن ريشيو في السيركت دي اعمل ايه؟ هي 20 لوج 1 بلس جي ام في 2 ار اي. تمام؟ اعمل ايه؟ احاول ازود الار دي او ازود الجي ام. تمام؟ ازود الار ازاي؟ هي الار دي ار ايكوفلنت بتاعت مين؟ بجي فروم كولكتور هتلاقي ار نود. انت عايز تزود الار نود بتاعت مين؟ هذا الشيء اللي هي كانت واحد على لندا اي دي. ده انا بتخيل معاك ان الدكتور هيخلي معاك السكه دي، هيقول لك انا عايز ازود كومبوزيشن ريشيو، هتقول له عايز ازود الكوفنت ريزيستنس بتاعت البي جي تي بتاعت الاي الكونسول الكارب سورس بتاعي. هيقول لك طب هتزودها ازاي؟ هقول له هزود الار نود. فلو انا هزود الار نود يبقى انا هعمل ايه في الكارنت؟ اللي لازم يمشي هنا اقلله. ايه؟ طب لو انا قللت الكارنت اللي يحصل؟ ممكن يبعد عن هيقلل الكارنت هيمشي هنا. تمام؟ لما تقلل الكارنت اللي يمشي هنا اللي يحصل؟ جي ام اصلا كان فيها كارنت. اه تمام.
مفيش حل للموضوع ده كده. هتلاقي اصلا كود جيم مش يوصل ليها بالي من سنين عندها. اه تمام. لو هو عايز يمشي معاك ولا ايه؟ عايز يعرف ده بيفتي ولا مفيش. فهيجيب لك السؤال ده مثلا يعني هو والله السؤال ده جه في دماغي دلوقتي بس مشينا مع بعض لا ما اتغيرش. فهو عايز يتشكل الراجل ده بيفتي ولا مفيش. اه هتزيد اهو. اه ماشي يا عم. وبعدين طب اثبت لي. فلو انت مشي معايا كده لغايه ما تلاقيها اصلا ما بتزيدش. هي يعني هي اتسيرت بوينت الكويشن اللي انت بتقلبه دي اصلا ابروكسيمت. فهتلاقيها في الاخير الكارد ده ان انت عايز تقلله هيبقى ليه افكت على الهاي مود يا اما اكبر او على جي ام اكبر. على حسب ده بقى على حسب كم مود ريجكشن انرجي دي هتزيد ولا تقل. تمام؟ طبعا احنا كلنا شغالين بي جي تي ما بنخش في مصر بقى الدنيا بتبوظ ليه بتبوظ؟ هي هي بالظبط. لا لا بتبوظ. الفرق الوحيد سألك هو انه سألني بي جي تي بس. الفرق الوحيد ان انت بتستخدم جي ام مختلفه. او الجوريزم مختلفه بس. ميتيشن يعني. ما بتبوظش قوي في البوست. هي بس الموضوع كله مشكلته ان انتوا خدتوا الحاجه دي جديد. وبعد كده بعد كده بنقول لك شوفها بقى مش معامل ازاي. لو انت خدتها بص بقى وبعد كده اقول لك هتاخدها بي جي تي كان الموضوع هيختلف شويه. عادي بص انت هي كده مش نفس الكونسيبت اللي انا عمال اهري بيها دي اعملها بالبص. بس انت كده اصلا انا فاكر هي بي جي تي يعني مفيش اصلا سبيد سيركت بص. فالمفروض يعني ان هو ما يستهلكش بيسبك اصلا. ممكن تسالني هينفع تتطبق كموزيكا؟ هتقول له بقى ان احنا اصلا ما بنعملش ايه بقى؟ ودي برضه سؤال كويس. هو ليه في المعمل انتوا اشتغلتوا بي جي تي؟ ما اشتغلتوش مصفت؟ عشان المصفت بتحتاج احنا لازم اثنين يبقوا زي بعض. دي فاتيه لالوبيه. بص هي الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع بكل بساطه ان احنا اصلا مفيش حاجه تتعمل في سكريت سيركت سكريت كومبوننتس مصفت. بس بتاع مش بيتباع اصلا تعمل بي جي تي مش بيتباع اصلا سكريت ليه؟ يعني اه بس هي وحشه قوي لان هي بتطلع سبيكس وايز. بس هو بيسكو فين بقى؟ في الانتجريتد سيركتس. هتلاقي الموضوع بالعكس تماما بقى. يعني بي جي تي مسكو في السكريت سيركتس المصفت تلاقيه مسكو في الايه؟ يعني نقدر نعمله انتجريشن احسن لكن ما نقدرش نعمله سكيت كومبوننتس. بس طب مين احسن في الديجيتال سيركتس؟ مصفت ولا مصفت؟ يعني مصفت. مين احسن في الانالوج؟ اكيد الديجيتال. اه عشان ما بقاش الموضوع كله مصفت. عامة انا قلت لكم ليه احسن انالوج؟ ليه الاول؟ لان هو بيدي جي ام احسن. جي ام معناه كده انه هيدي جيل احسن. ده سيم ايه بقى؟ سيم كامل اللي عملني دي ده. ماشي انا هنحل مساله دي بقى ونحل مساله ثانيه. طب عشان النقطه دي صح انا هدي انا ما اقدرش اقول ان انا شفت هي عملت سيرفيس بتتكلم على بقى اسئله Thank you.
Q1, the Q2, and the Q3, negative GM1,
الاي او تلاقي بقى النود 40 كي فارق مع النود 1 فارق مع النود 3 تمام. طيب الحاله الثانيه بقى عايزين نجيب الايه الكومون مود. يبقى اي حاجه مش لاقيها في الاكسس سيرفيس دي هتبقى ايه اوبن سيركت، يعني هناخد النص بتاع السيركت بس. ده هيبقى جامد. ليه تاني بقى؟ ليه دي هتبقى جامد؟ عشان دي اكتيفيتي سورس بالظبط، ده دي سي سورس في في. انت كده كده لما حل دي سي هيبقى ايه؟ هيبقى جامد. حد ما لقطش دي؟ لا البي في ده ايه؟ البي في ده ايه؟ دي سي سورس. اه كده كده لما حل دي سي هيبقى ايه؟ هيبقى جامد زي سي. بس ال 40 كي دي بقى هتبقى ايه؟ تبقى طالع في الهوا كده. الاي بي كوم مود هيبقى كام بقى؟ نيجاتيف جي ام برضه نيجاتيف جي ام 1 الاي اوت اي بقى. هل ال 40 كي هتبقى معايا؟ هل ال 40 كي دي هتبقى معايا؟ لا ليه؟ لان هي اصلا اوبن سيركت يعني طالع في الهوا. مش هيتبقى ايه مثلا؟ يبقى هتبقى ايه بقى؟ ار نود 3 فارق مع ار نود 1 1 بلس جي ام 1 في 2 ار اي. كوم مود الاكسبانشن تبقى ايه؟ 20 لوج. هو لازم 20 لوج يعني؟ اه اصلا كده كده بقى كده عادي. كاتب اي في دي على اي بي سي اللي هو اي بي ديفرنشال على اي بي 22 لازم بي دي بي. ما عادش موضوع دي بي ده؟ اه هو كاتبها كده يعني بعد كده يخليها تحت اثنين و20 لوج دي يعني تحولها من دي بي؟ اه انا فاكرها يعني. ماشي ادي كده اول مسار. احنا بننشن اي حاجه معانا تبقى اي حاجه دي اي حاجه ما عندي عليها بس مش هو زي ما بيجي في الهواء يعني. يعني الفوتج اللي عليه ده ما كانش ثابت ماشي. لما انت تيجي دلوقتي الاوت او صح، تعالى بس نفكر كده صح. الاوت لو انا عايز احط واجيب الاوت اعمل ايه؟ اوصل هنا كده بي اكس هيطلع منه اي اكس. اي اكس ده هو ماشي هيمشي في 40 كيلو ولا مش هيمشي؟ لو مشي ملوش طريق يرجع منه. اه هنا مفيش جاوند. الجاوند كان هيمشي كده ويلف ويرجع تاني. انت حطيت الجاوند كده حطيته وهي مش موجوده. هي هتبقى كده انكلودد وهي مش موجوده. كده غلط. ماشي. تعالوا بقى نشوف حاجه صغيره كده ما يمشي. دي كانت قبل كده. ده كومن ايميتر. بس هو عايز يبص عليه من ناحيه الدي سي. هو رسم لك كيرفات بتاعت الاي سي مع ايه؟ مع الدي سي. اللي على مين؟ واحد ثلاثة وخمسة على كيو 1. طيب قال لك والله هي لما كان البي سي بصفر لما طلع الكيرف اللي هو ايه بصفر ده كل ما كنت بكبر كنت بدخل اي بيس مختلف كان بيطلع لي الكيرفات ايه؟ مختلفة. اوكي؟ كان بيطلع لي الليفلز بتاعت الاي سي مختلفة. عايز يبقى هو بيقول لك درو اللود لاين. ايه اللود لاين ده بقى؟ انت بتعمل ايه؟ بتبص عند الاوتبوت وعايز تعمل ايه؟ عايز تجيب علاقه ما بين الاي سي والبي سي. بمعنى احنا لو بصينا على الاوتبوت كده وادي اوتبوت تساوي كام كده سي؟ هي بي سي سي ماينس اي سي او سي صح؟ لو انا عايز ادور ده بقى هنا اعمل ايه؟ هنا انا عايز اسمع على الرسمه دي. هو بيبتدي من عندي ايه؟ لو انا حطيت هنا كده ايه؟ لو حطيت ده بصفر ده هيطلع وينزل صح؟ الاي سي هنا عمال يطلع وينزل يتغير من صفر لغايه كام؟ مش عامل لي امبير. لو انا حطيت بقى البي سي يعني ده بصفر لو ده بصفر دي بدايته صح؟ يبقى بدايته الـ V out بتاعته بتطلع كام؟ V C V C
تمام؟ يعني انا دلوقتي لما الاي سي بصفر كان بيطلع بي سي سي اللي هو كام فولت؟ 12 معايا نقطة طيب تمام؟ يبقى لما الاي سي بصفر كان بيطلع كام؟ بي سي سي اللي هي 12 يبقى النقطة دي معايا على اللوب لاين تمام؟ طيب لما بقى هو الاي سي كان بكام؟ اي فاليو تانية؟ تعالوا نختار اي فاليو بالله عليك اللي هو 12 مثلا 12 ملي امبير لو جبت 12 ملي امبير مضروبه في الاو سي اللي هي بكام؟ 1 كي طلع لي كام؟ 12 وعندي هنا 12 يبقى كام؟ 12 صفر صفر معلش ايوه عند ال 12 بصفر 12 يبقى انا عايز 12 وصفر لما كان الاوت كان مكان بتاع الصفر كان بيطلع كام؟ 12 فانا معايا نقطتين هي اول نقطه ودي تاني نقطه تاني انا دخلت كاونت بصفر طلع لي القيمه بكام؟ 12 يبقى انا معايا كام؟ 12 طب انا هدخل بقى ده بصفر طلع لي كاونت بكام؟ قصدي دخلت ده بايه ب 12 لما حسبنا الحسبه اللي هي بتطلع كام؟ بصفر الصفر ده بيوصل الكاونت بكام؟ 12 لما تقسم المهم يعني الرسمه دايما هتطلع كده عندي النقطتين دول اول نقطه خالص اللي فوق خالص واخر نقطه خالص اللي ايه اللي تحت الكيرف ده مستو ايه ان انت بتعمل سويت دلوقتي كده يعني بتعمل سويت يعني بتغير الاي بيز فيطلع لك كيرفات مختلفه فيغير لك الاي سي اللود لاين ده انا كاني راسم الحل بتاع الترانزستور ده كدي سي فلو انا جبت الانترسكشن بوينتس دي كده ابقى دايما عارف ان انا عند مثلا عند النقطه دي هيطلع لي كمان بكام؟ يعني انا بستخدم اي بيز ب 20 مايكرو تمام؟ وعايز اخد 2 مايكرو 2 ملي امبير يبقى لازم اشتغل فين بقى؟ في سي بتاعتي في سي تبقى هنا في الحته دي طبعا مش هسيبها تو سكيل فهتلاقي الارقام مش شفيته شويه فانت كده عملت دول ايه؟ اللوك لاين هو بيقول لك بقى انا عايز الاي سي اللي تخليني احط في الاوتبوت ده عند ايه؟ نص البي سي سي يبقى انا المفروض اطلع من هنا ايه؟ بخط واخبط اللود لاين المفروض اللود لاين ده كان يبقى خبط واحده من دول بس هي المفروض هي تبقى الخط السته يعني بس عشان هي مش بشوفها تو سكيل المفروض ان دي لما انت تطلع كده هتلاقيها بتخبط هنا تلاقي اللود لاين ده كان بيعدي في دي وخبط هنا يبقى انا عشان اخلي الفي اوت ب 6 فولت اللي هي نص البي سي سي طلعت خبطت هنا لقيت ضربه ماني كيرف كيرف ده اللي هو عنده اي سي بكام؟ 6 ملي 6 ملي امبير تمام؟ يبقى انا الميزه ده ايه؟ ان انا مش هروح احل دي سي كايكويشنز لا انا على نفس الجرايد انا هقدر اجيب الديفرنت فولتجز هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 40 اوكي؟ ولا انا هعرف الجراف ده منين هو هيديهولي هو بيديك الكيرف اللحظه تمام؟ مش بترسم عليه انت ايه؟ الاسود طب بيقول لك عايز البيتا تقسم الاي بي على الاي بي البيتا انت عندك البيتا هي اي سي على اي بيز خد اي اي سي مع اي بيز من ايه؟ من اي كيرف يعني لو خدت اول واحد اللي هو كبير مثلا انت عندك اي سي طلع 12 ملي 12 ملي امبير على كام؟ 120 مايكرو امبير هتلاقيها طلع 40 خد بالك انك تطلع رقم تحس ان هو مظبوط يعني البيتا دي انت لو مطلعها باقل من واحد يبقى انت بتعمل ايه؟ بتهرج 100 مثلا 50 وهكذا. حد عنده سؤال؟ تمام؟ هو ده اخر حاجه بتاعتي.